وبعمل عمليه ترشيح، لان زي ما انتوا جاوبتوني الميه بتبقى خارجه من السيدمنتيشن بكفاءه بالكتير في احسن الاحوال 90%، يعني لسه ما زال بيها 10% من العقاره او من المواد العالقه اللي انا محتاج ان انا اشيلها اللي هي مش هتتشال بالترصيب. تمام كده؟ فبتيجي من هنا اهميه الترشيح او المرشحات. اتكلمنا عن انواع المرشحات، اتكلمنا عن ان ممكن احط ميديا مختلفه، اتجاه الترشيح نفسه بيبقى مختلف، اتكلمنا عن عمليه الغسيل للمرشح. الناس بس تحاول تفتكر معايا وتحاول تذاكر من اول باول، الماده طويله، انا عارف ان انتوا كلكم بتشتكوا ان الماده طويله، فعشان كده لازم تذاكرها اول باول عشان ما تسيبهاش وتبص تلاقي ان بقى عندك كم كبير الماده تهرب منك. كمان اتكلمنا عن ازاي ان انا احسب كميه الغسيل اللازمه للمرشح ده، وفهمنا حاجتين مهمين جدا، ان انا عندي عنصرين مهمين جدا في تصميم الفلتر، حاجه اسمها الريتو فلتريشن وحاجه اسمها الريتو فوشنج. مفهوم يا شباب؟ سؤال النظر المشهور اللي بيتكرر في كل الامتحانات، سؤال النظر المشهور اللي بيتكرر في كل الامتحانات اللي يجي يقول لك اتكلم عن الرابت ساند فلتر والميكانيزم بتاع التشغيل بتاعه او هاو ات ورك او كده. معايا؟ المفروض ان انت حضرتك هنا تجاوبه ازاي؟ المفروض يا باشمهندس ان انا اجاوبه ان انا ارسم له الرسمه بتاعه الفلتر بالست محابس اللي فيه. افتكر معايا كده ان هو كان ست محابس وكان مرحله تشغيل ثلاث مراحل. اول حاجه مرحله الترشيح نفسها بتخلص، بعد كده بخش على مرحله الغسيل اللي منها جزئين، الاول بدخل هواء وبعدين بقفل الهواء وافتح ميه الغسيل، بعدين تيجي المرحله اللي بعد الغسيل الثالثه مرحله التحضير، بدخل الميه اللي هي المفروض داخله تترشح بس هستهلك منها جزء ان هي تعمل تحضير للفلتر وارميها. طبعا ميه التحضير دي اللي منكم سالني المره بتترمي. طيب المفروض يا باشمهندس ان الميه كده صالحه بنسبه كام؟ باشمهندس والله يا باشمهندس لو بتتكلم عن كمواد علقه وعقاره من ده المفروض ان هي خلاص حاجه 2%، ولكن صوت حضرتك بيقطع يا باشمهندس، نعم كمل هندسه سامعك. والملف اللي حضرتك فاتحه دوت مش معانا. حاضر، عارف يا هندسه، عارف ان الملف ده مش معاكم وهبعته لكم. حاضر، دي تمام. حاجه. الصوت طب كده تمام؟ انا جنب الراوتر خالص. تمام. طيب انا بس بحاول اذكر الناس لحد ما زماننا يجوا، الكلام ده كله احنا شارحينه بالتفصيل طبعا يعني. طيب بعد كده بتيجي اهميه عمليه الديسنفكشن اللي انا هبدا اشرحها معاك دلوقتي. زي ما انت شايف عمليه الديسنفكشن في الملف اللي معاك هي ناقصه، يعني الشرح بتاعها ناقص. انا حاضر هبعت لكم الكلام ده بعد ما اقفل معاكم سيكشن النهارده. معايا كده؟ بس خليك متابع معايا من الورق ومن الشاشه. الديسنفكشن غالبا كله نظري، كل الديسنفكشن نظري، ما حصلش قبل كده جاب مساله. تمام؟ فلازم نفهم ان الديسنفكشن لو هيجي فيه سؤال هيجي نظري بالدرجه الاساسيه يعني. طيب خلينا نتكلم برضو، ايه هي اهميه التعقيم؟ ايه هي المواد اللي بتستخدم للتعقيم؟ معايا كده؟ ايه المميزات والعيوب بتاعت كل ماده؟ لو تدور الموبايل عشان الشاشه تكبر اكتر لان مش شايفين اي حاجه فعلا. حاضر. تمام يا هندسه؟ اي هندسه. تمام كده. تمام نكمل الكلام. بيجي يكلمني عن شويه اسئله نظري، انت لو فهمت الكلام الموضوع هيبقى بسيط جدا. ايه هي؟ اول حاجه بيجي يقول لك ايه هي الامبورتنس او النسيسيتي او الفانكشن، ثلاث حاجات دول. في حد بيسجل السكشن طبعا عشان زماننا اللي ما حضروش؟ ايوه يا باشمهندس انا بدات. طب كلام جميل. ساعات بيجي يقول لي ايه هي النسيسيتي الاهميه او الفانكشن الوظيفه او الامبورتنس الاهميه بتاعت عمليه الديسنفكشن في معالجه ميه الشرب بالعقل من غير ما تقرا الكلام اللي موجود قدامك ده. لو احنا بنتكلم عن اهميه عمليه التعقيم المفروض تقول لي بالبلدي خالص يا باشمهندس، هقول لك على حسب ما انا فهمت ان لحد الفلتريشن انا شلت المواد العالقه كلها، بس مشكلتي في البكتيريا والميكروبات ما قدرتش تتشال لا بالسيدمنتيشن ولا بالفلتريشن، عشان كده من هنا جت وظيفه الديسنفكشن ان هي ماده وظيفتها التخلص من البكتيريا. تمام كده؟ لان ده صعب ان انا اشيله بالترشيح او الترصيب. طيب ايه هي المواد المطهره اللي بتستخدم؟ في مواد كتير جدا زي الكلور اشهر ماده. معايا كده؟ وببقى قاصد ان انا اسيب كميه منه
الناس تركز معايا، لما بضيف الكلور للميه ببقى قاصد ان انا اسيب كميه منه تفضل موجوده مع الميه حتى وهي بعد ما تسيب المحطه، حتى بعد ما تسيب المحطه باشمهندس وهي ماشيه في الشبكه. اه طبعا. ليه؟ لان وارد جدا يحصل عندي محبس ينكسر، يحصل تسريب من مكان معين في الشبكه ويدخل اي ميكروبات او اي بكتيريا للميه، فساعتها الميه هتتهاجم بالملوثات، فساعتها لازم الميه تبقى قادره ان هي تحمي نفسها وان تتخلص او تقتل الميكروبات اللي ممكن تخش عليها نتيجه اي سبب. فهمنا كده؟ يبقى هنا دايما الغرض من عمليه التطهير هي القضاء على البكتيريا، والجمله الثانيه او الفقره الثانيه كاتب ايه ليك هنا وهبعته لك، بالاضافه الى بقاء نسبه منها من الماده المطهره دي مع الميه استأثرنا بالشبكه عشان تقضي على اي حاجه تهاجم الميه بعد كده. طيب ايه هي العوامل اللي بتتحكم في الديسنفكشن؟ دي كلها اسئله بتيجي زي ما احنا شفنا امتحان الميد تيرم كان في راس كل سؤال سؤال نظري، وكان النظري حوالي عليه 4 درجات او 6 درجات مش فاكر، برضو النظري مهم، الناس تركز على النظري، النظري ليه ويت من الامتحان الكبير. طيب ايه هي العوامل اللي بتتحكم في عمليه الديسنفكشن؟ والله يا باشمهندس اكيد خصائص المايه نفسها، يعني طالما انا هضيف كلور وطالما ده شغل كيمياء يبقى اكيد درجه حراره المايه، البي اتش، الكلام ده كله، خصائص المايه، الكلام ده كله هياثر، ده رقم واحد. طيب رقم اتنين، طبيعه الميكروبات اللي انا هقتلها اصلا. ما هو خد بالك انا لو بتكلم عن مايه نظيفه جدا 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 والمواد اللي ممكن تهاجمها بعد ما حللت عينات، مش بخمن، يعني انا مش بخمن ايه المواد اللي موجوده في المايه، انا بجيب عينه وبحللها. بعد ما حللت عينات وعرفنا ان المواد اللي موجوده في الميه او الميكروبات من نوع معين، فدي ممكن استخدم لها حاجه بسيطه او جرعه بسيطه من الكلور، انما لو كميه الميكروبات كميه كبيره لا ساعتها هستخدم حاجه اقوى او جرعه اكتر بتركيز اعلى. معايا كده؟ كمان تركيز الماده المعقمه نفسها اكيد هياثر في عمليه الديسنفكشن، العمليه نفسها. كمان في حاجه، الزمن بتاع الديسنفكشن نفسه. يعني ايه؟ يعني الزمن اللي انت يا باشمهندس هتقعد تحط فيه كلور للميه قد ايه؟ احنا خدنا في الصحيه ان من ضمن اهم الحاجات اللي بنصمم عليها الريتنشن تايم. الناس معايا ولا الناس مش معايا يا شباب؟ باشمهندسين صح كده؟ خدنا اهم من ضمن اهم الحاجات اللي بنعتبرها في التصميم حاجه اسمها الريتنشن تايم، زمن البقاء. زمن البقاء ده كان حاجه مهمه جدا في التصميم، فاكيد برضو يا باشمهندس ممكن يخش معايا هنا. كلامك صح يا هندسه، انا لو هسيب الكلور قاعد مع الميه دقيقه غير لما اسيب الكلور قاعد مع الميه مثلا نص ساعه او ساعه. معايا كده؟ يبقى دي كلها فاكتورز بتاثر في عمليه الديسنفكشن. طب ايه هي اشهر المواد المعقمه؟ خد بالك السؤالين دول دايما بيجوا في الامتحانات. ايه هي اشهر المواد المروبه زي الشابه وكبريتات الحديدوز وكلوريد الحديديك والكلام اللي احنا خدناه قبل كده، وايه هي اشهر المواد المعقمه؟ ثلاثه. ايه هم؟ الكلور، الاوزون، الاشعه الفوق بنفسجيه. طيب يفضل اشهرهم واحسنهم الكلور، عشان كده بيجي يسالني ايه هي الادفانتج والديس ادفانتج للكلور. ها، مميزات الكلور حاجتين مهمين جدا. اول حاجه يا باشمهندس رخص التكاليف، والاهم منها في النقطه رقم اتنين بيتميز بخاصيه البقاء. ايه هي خاصيه البقاء؟ الناس شافت ان لو انا هستخدم اي ماده معقمه تانية زي الاوزون او الاشعه الفوق بنفسجيه بمجرد ما هسلطها على الميه او هضيفها للميه خلاص هتتاكل كلها في نطيد على البكتيريا اللي موجوده. طب بعد كده ما الميه هتمشي من المحطه وهتمشي في شبكه الميه وهتقعد مسافات وازمنه كتيره جدا في المواسير تحت في الشبكه على ما تجيني. طب ما الكلام ده ممكن زي ما انت كنت بتقول لنا من شويه وارد جدا يا باشمهندس يتسبب في اي مشكله من المشاكل تتسبب ان في بكتيريا تخش الميه، ساعتها اشرب الميه بالبكتيريا. طب ما ساعتها كده هيبقى في مشكله. صح، في مشكله. عشان كده يفضل الميزه بتاعت الكلور ان بيتميز بخاصيه البقاء وان هو رخيص التكاليف. واضح يا شباب؟ طب ايه اهم عيوبه؟ هو عيب واحد بس، الكلور. لازم تبقى فاهم طبعا طبعا بديهيا ان الكلور غاز سام، فبيتطلب عنايه كبيره في التعامل معاه. يعني الجرعه اللي انا هضيفها تبقى بحرص ومتقاسه كويس جدا، عشان لو اكتر ممكن تتسبب ان الناس تموت، لو اقل هتبقى غير فعاله. انت فاهم؟ لو حصل تسريب لغاز الكلور حتى جوه المحطه دي هتبقى كارثه. فالكلور غاز سام يتطلب العنايه الكبيره في التعامل معاه. ساعات بيجي يقول لك من ضمن النظري، والناس معايا شباب ولا الناس مش معايا؟ الناس بس تفتح مايكات اشيك ان الناس معايا ومركزه. معاك يا تمام يا رجاله. ساعات بيجي يقول لي عرف ديفاين، ويقعد يكتب لك حاجات كتير في المنهج كله، ويجي من ضمن الحاجات عرف البري كلورينيشن، البوست كلورينيشن، الكلوريندوز. كلام جميل. سؤال، طبعا معظمنا بيتخيل ان
طالما انا اتكلمت عن الكلور في الدرس رقم 7 او بعد المرشحات يعني بمعنى اصح، يبقى انا فاهم من كده ان الكلور في المحطة هينضاف بعد ما الميه تطلع من المرشحات، صح ولا غلط؟ جاوبوني. لا ده بيتحط في كذا حتة في المحطة. تمام، هي دي الاجابه الصح، بس كان حد ممكن يقول لي ايه؟ اه يا باشمهندس، هو انت ضحكت علينا؟ مش احنا ماشيين المنهج بالترتيب الطبيعي بتاع المعالجه؟ اه، اوعى تفكر ان انا جبت حاجه قبل حاجه، لا احنا ماشيين بالسيكونس والترتيب اللي بيحصل بره. بس لازم تاخد بالك من حاجه، الكلور بالذات بالذات اضافه الكلور او عمليه الديسنفكشن مش شرط تحصل للميه بعد الفلاتر، لا ممكن تحصل في اول المحطه خالص. اول المحطه خالص يا باشمهندس والميه خام ولسه الميه داخله من الانتيك. اه يا باشمهندس، ودي اللي اسمها البري كلورينيشن، اضافه الكلور قبل اي عمليات معالجه خالص. طب في حاجه اسمها البوست كلورينيشن اللي انا بتكلم عنها في المكان ده، اللي هي اضافه الكلور بعد الترشيح. يبقى فهمنا الفرق ما بين الاثنين؟ ساعات بيجي يقول لك ايه الفرق ما بين البري كلورينيشن والبوست كلورينيشن. طيب بعد كده الافضل الكلور منها اندوس. نعم هندسة نعم الافضل نعم لا ولا بص يا هندسه، بص ما فيش حاجه اسمها الافضل في التصميم عموما، وبالذات بالذات لو بتكلم عن شغل الصحيه او السانيتري انجينير. ليه؟ لان كل حاجه ليها سبب. يعني المحط، احنا في طنطا مثلا، طنطا هي المدينه بتاعتك، في محطات بتضيف في الاول، في محطات بتضيف في الاخر، في محطات بتعمل الاثنين. طب ده على اساس ايه؟ برضه على اساس العينات اللي انا هاخدها من المجرى المائي اللي انا هاخد منه وهحللها واشوف خصائصها، وعلى اساس العينات اللي طالعه في النهايه اللي انا المفروض مقدمها للمستهلكين ان يشربوه. بحلل ده وبحلل ده، وعلى حسب التوصيات اللي بتطلع لي من معمل الكيمياء بقول لا الافضل يتعمل بري كلورينيشن بس، لا الافضل يتعمل بوست كلورينيشن بس، لا الافضل الاثنين مع بعض، وهكذا. فما فيش حاجه افضل من حاجه، على حسب خصائص الميه دايما هي اللي بتتحكم. ها تمام يا شباب. طيب نيجي لثالث حاجه اللي هي الكلورين دوز. كلمه دوز احنا مش غريب علينا، يعني جرعه، خدناها في الشاب قبل كده اكيد انت فاكرها. كلورين دوز يعني جرعه الكلور. اه ما هي يا باشمهندس جرعه الكلور دي هي كميه الكلور اللي انا هضيفها في المحطه بغرض القضاء على البكتيريا. ده بس اللي انا بقوله، شوف انا عرفتها لك بغير اللي مكتوب قدامك، هو ده هو ده على فكره. تاني، الكلورين دوز هي جرعه الكلور المضافه للميه اللي انا ضفتها بغرض ايه؟ اتمام عمليه التعقيم في المحطه. لازم اقول له في المحطه، لان سواء هي بري كلورينيشن او بوست كلورينيشن انت ضفتها في المحطه. طب الكلورين ديماند دي بتساوي ايه؟ انا اسف، الكلورين دوز دي بتساوي ايه؟ اه بص بقى يا هندسه، في الورق اللي معاك وفي الفايل اللي معاك هتلاقيني كاتب لك ان جرعه الكلور اللي بنستخدمها في المحطات دايما بتبقى من 3 من 10 لنص مللي جرام على اللتر. وافتكر معايا ان احنا قلنا ان المللي جرام على اللتر هي جرام على المتر المكعب، هي البارتيكل بير مليون، جزء في المليون. الثلاث حاجات دول حاجه واحده، واحده واحده، يبقى من 3 من 10 لنص. طب خلينا ندي مثال كده نظري، حاجه عشان نفهم بيه. هو انا لو هضيف في المحطه نص مللي جرام على اللتر، لكل لتر هحط نص مللي جرام من الكلور، ده معناه ايه؟ ده معناه ان جزء من النص دي، من رقم النص ده، هيستهلك ان ينزل في قلب الميه يقضي على البكتيريا، الاتنين يكسروا بعض ويلاشوا بعض. وليكن مثلا جيت ضفت نص، لقيت 3 من 10 راحت في ان هي استهلكتهم في القضاء على البكتيريا اللي موجوده دلوقتي. الله، تفضل الميه ماشيه وهي فيها تركيز كلور مقداره كام؟ ها جاوبوني، انا قلت لك ضفت نص استهلك منهم 3 ان تقضي وتتخلص من البكتيريا، هيبقى كام من النص؟ 2 من 10. الاثنين من عشره دول اللي انا بقى بسميهم ايه؟ الريزيدوال كلورين او الريزيدوال كلورين، اللي هو كميه الكلور المتبقيه اللي هتمشي مع الميه، واللي انا قلت لك فوق ان دي الميزه بتاعت الكلور اللي هي اسمها خاصيه البقاء، جرعه الكلور المتبقيه مع الميه اثناء سريانها في شبكات التوزيع. ليه؟ عشان تحمي الميه من اي ملوثات تهاجمها في اي وقت. واضح يا شباب ولا مش واضح؟ تعال نبص للمثال ده. الناس، حد كان عنده سؤال؟ انا وقفت عشان اسمع، حد عنده سؤال؟ طيب يا شباب، جينا يسالني يقول لي لو كانت الاماونت بتاعت الكلور المستخدمه في محطه ووتر تريتمنت بلانت كانت التصرف اللي داخل لها 300 لتر ثانيه، كميه الكلور دي كانت 15 كيلو جرام على اليوم، عايز يحسب الكلورين ديماند بالمللي جرام على اللتر،
لو كان الريزيدوال 2 من 10 ده المطلوب الاول. وفي مطلوب تاني اقول تاني المساله، المساله بيقول لي عندي محطه ووتر تريتمنت بلانت الكيوب بتاعتها 300 لتر على الثانيه. ايه الرخامه ده يا باشمهندس؟ انا متعود ان دايما الرقم اللي يجيني في الكيو لاي مساله متر مكعب على اليوم او متر مكعب على الثانيه. يا باشمهندس ما فيهاش متعود بقى، تيجي زي ما تيجي، انت راجل المفروض بتعرف تحول من دل 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 ده معايا كده، فتيجي زي ما تيجي. الراجل اداني التسرب بتاع المحطه دي 300 لتر ثانيه، وقال لي ان جرعه الكلور اللي المستخدمه في المحطه دي للتصرف ده، مش جرعه الكلور انا اسف، كميه الكلور 15 كيلو جرام عاديه. ها عايز يحسب الكلور ديماند بيساوي كام لو الريزيدوال ب 2 من 10. ها حد يقول لي اعمل ايه؟ قاسم التصرف على كميه الكلور اللي عندي اللي انا استهلكتها، اجيب الجرعه. ماشي كلام جميل، وبعدين انا كده معايا الجرعه هقسمها بقى الريزيدوال بتاعتي، اديني الجرعه اللي انا عايزها. تمام. اسمك ايه يا هندسه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه بالكامل؟ احمد محمد شعبه. طب تمام يا ابو حميد، زي الفل. دي الاجابه اللي انا ما كنتش فعلا متوقع ان حد يجاوبها لي، ما شاء الله. تمام زي الفل. الباشمهندس عايز يقول ايه؟ الاماونت دي كلمه انا بتكلم بقى للي مش فاهم، هو احمد محمد شعبان قال ايه؟ بالراحه هاجي لك من ورا خالص، من الصفر خالص. احنا خدنا كلمه اماونت دي قبل كده، عدت علينا في درس اسمه الشابه، كان اول قانون حتى لو تفتكر، اللي قلنا ان الاماونت يعني كوانتيتي يعني الوزن عباره عن كيو في الدوز. يعني هنا عندي قانون لو بروزناه مع بعض كده بيقول ان الاماونت بتساوي الكيو ديزاين في الدوز في الجرعه، ايا يكن الجرعه دي ايه، شابه كلور اي حاجه، ده قانون عام في اي حته حتى بره الميه. طب معنى كده لما يديني الكلور ويديني الاماونت، انا اسف لما يديني الكيو التصرف ويديني الاماونت، يبقى معايا المجهول الوحيد الدوز. يبقى انا فعلا لو قسمت فعلا زي ما بيقول احمد قيمه الاماونت اللي مدهاني اللي هي 15 كيلو على التصرف اللي مدهوني 300 يديني الجرعه. حد عنده مشكلة في اللي انا قلته ده او اللي احمد قاله؟ اعيده تاني. مش مهندسين ايه يا شباب، رحتوا فين؟ مش مهندسين. انا واقف عشان تقولوا لي تمام او اللي عنده سؤال. حد عنده مشكلة تانية يا شباب في الحتة دي؟ طيب تفضل المشكلة الوحيدة هنا التحويلات. يعني لو انت جدع يا احمد كمل معايا، هتعمل ايه عشان تحول؟ هتعمل ايه حضرتك عشان تحول؟ هحول الكيلو جرام على الدقيقة ديت. الشاشة بتتغير ولا الشاشة لسه متأخرة؟ لسه متأخرة. هخليها كلها جرام، ملي جرام على اللتر. هتخليها ازاي يعني؟ يعني مثلا الاماونت نفسها ب 15 كيلو. طب قبل ما تكمل يا احمد معلش، الشاشه متغيره ولا لسه ثابته؟ يعني بتتغير معاكم ولا؟ غيرها. تمام كده. انا هنا كاتب لك القانون العام، الاماونت لاي حاجه جرعه انا اسف شابه كلور اي حاجه بيساوي كيو في الدوز برضو لاي حاجه. انا هنا بتكلم عن مين؟ اي حاجه دي اللي هي مين يعني؟ كلور. هو ده الدولي ب 15 كيلو جرام على اليوم هيساوي 300 لتر على الثانيه في الدوز. ها ينفع احل المعادله دي كده زي ما احمد كان هيكمل؟ احمد كان هيكمل صح. هو الراجل كان عايز يقول لي ان الدوز دي انا متعود تبقى بوحده الملي جرام على اللتر، صح كده؟ فاللتر ما فيهاش مشكله، هسيب لتر بس. هنا في ثانيه وهنا في دي، كلام جميل. وده كيلو جرام وده ملي جرام، برضو كلام جميل. يعني ايه؟ يعني ال 15 دي اضربها في كام؟ اضربها في 1000 تبقى بالجرام، و1000 ثانيه تبقى في الايه؟ تبقى بالملي جرام. ها صح كده ولا لا؟ تمام صح. والدي اللي في المقام ده يعني اعمل ايه طالما هو في المقام؟ يعني اقسم الرقم اللي في البسط ده كله اللي هو 15 في 1000 في 1000 اقسمه على كام؟ على 24 في 60 في 60. كلام واضح ولا مش واضح؟ طيب كده المعادله فيها مشكله؟
كده المواد فيها مشكله يا شباب، هل احل على كده واطلع الدوز بالملي جرام على اللتر ولا لسه فيها مشكله؟ لا يا باشمهندس ما فيهاش مشكله، ما هي كده بقت بالملي جرام على الثانيه. طبعا الرقم اللي هيطلع بالملي جرام على الثانيه على الشمال، وال 300 هسيبها زي ما هي، والدوز كده تطلع لي بالملي جرام على اللتر. طلع لي ان الدوز جرعه الكلور 58 من 100 ملي جرام على اللتر. انا فاهم ان ال 58 من 100 دول معناهم ايه؟ جزء منهم ايه وجزء ايه؟ ديماند وريزيدوال. جزء منهم ديماند وجزء منهم ريزيدوال. هو بيقول لي ان الريزيدوال بكام في المساله اللي كنت مديها لك؟ تقريبا كان بيقول لي بكام؟ ب 2 من 10. كان بيقول لي ب 2 من 10. ها يبقى معنى كده ان الديماند ده هيبقى بكام؟ فرق بين الله يفتح عليك اللي هي كام يعني؟ 38. تمام 38%. الشاشه بتتغير ولا ثابته؟ شغاله غالي. تمام يا رجال، يبقى دي المساله السهله. طيب هو هنا حل بالشكل ده، قال لي عشان اجيب الكلورين دوز قاعد يحول ويضرب، شوف زي اللي احنا عاملينه اهو 15 فقل. خلاص مش هنعيدها بقى. طيب قال لي ايه بقى في المطلوب الثاني؟ بص بقى كده، قال لي ان لو قال لي عايز يحسب المونثلي كوست، عايز يحسب المونثلي كوست التكلفه الشهريه، لو كان الكلورين سعر الطن منه، الطن من الكلور بيساوي 2000 جنيه مصري. طب بالراحه يا باشمهندس، هو عنده 15 كيلو جرام بيستهلكهم في اليوم، يعني في الشهر يبقى بكام؟ عشان الناس اللي كانت بتحل في الميد تيرم وما جابتش الرقم على المنص، ركز دايما في الدكتور هو طالب ايه. ها هنا طالب التكلفه الشهريه، لما اقول لك ان كيلو جرام 15 كيلو جرام بيطلعهم في اليوم، يبقى قد ايه بيطلع في الشهر؟ 15 في كام؟ 30. اوعى تقول لي هقسم على 30. ازاي يا باشمهندس ده 15 كيلو جرام في اليوم الواحد، يبقى في ال 30 كام؟ في ال 30 يوم كام؟ وبعدين فوجئت لقيت في حد معانا من سيكشن واحد او من سيكشن اربعه مش فاكر اسمه، لما جه يقول له المنصلي ضرب في 24 او في 26 مش فاكر، يعني مش فاهم هل هو خصم الجمعه ايام الجمعه او الاجازات ليه مش عارف يعني. هو كل شهر يا باشمهندس مين؟ سيكشن واحد، انا من سيكشن واحد. لكن شهر فبراير مش راكب مش راكب بيقطع. هي من سيكشن واحد على الاقل واحد بيشغل دماغه. اي حاجه اي حاجه اي حاجه. المهم لا يعني انا استغربت ان هو المونث يعني 30 يوم، الراجل ما ضربش في 30. فهنا ناخد بالنا، هنا يبقى عندي 15 في 30 بكام؟ ب 450 صح؟ 450 كيلو جرام، يعني كام؟ يعني تقريبا نص طن، 45 من 100. لما يجي يقول لي ان الطن بياخد 2000 جنيه، يبقى النص طن بياخد كام؟ 1000 جنيه، يبقى الرقم اللي يطلع اقل من ال 1000، لان هي الناتج 45 من 100. تيجي تبص فعلا في الحل اللي حلينه طلعت ب 900 جنيه، التكلفه بتاعت الكميه كلها خلال شهر. صح ولا لا؟ صح يا طيب ثواني بقى كده. هندسه ما فيش اي معلومه عن الدرجات؟ والله هو في يعني ان شاء الله ممكن خلال يومين ولا حاجه بعد ما الناس اللي هتمتحن، بالمناسبه الله ينور عليك هندسه انت فكرتني، الناس اللي هتمتحن تاني تيجي بكره. الناس اللي كانت عندها مشكله في الامتحان تيجي بكره. تكتبي اسم احمد شعبان؟ لا مش تعيد تاني الامتحان، الناس اللي كان عندها ظرف، انا اسف، الناس اللي كان عندها ظرف تيجي بكره الساعه 10:30. تمام يا هندسه معايا؟ طب نكمل بقى شباب، معلش ثانيه واحده بحضر بس. بعد اذنك. نعم اللف اللي جنب اتشرح منه دلوقتي ابعته لنا. حاضر حاضر يا هندسه حاضر. بس بعد السكشن حاضر ابعته لمحمد واحمد منتصر وهو هيبعته لكم. حاضر نكمل الكلام بقى يا رجاله.
طب يا شباب ده سيكشن الاستورج، وانا هنا استعنت بالشرح بتاع المهندس محمد زمزم الله يبارك له، لان انا زي ما قلت لكم الدنيا عندي في اخر السكشن كانت فيها مشكله. هو احنا كده باشمهندس مطلوب مننا الفلتريشن والاستورج كشيتات؟ بص يا شباب انا بلغت محمد واحمد كذا مره الموضوع ده، انا عايز منكم الشيتات لحد الشيت بتاع الديسنفكشن. اعتقد حتى وائل ان مش معاك هندسة. هندسة اكمل بس، حاضر هكمل لكم حاضر. الناس اللي مستغربة احنا كل سنة بناخد شيتات كاملة، انت عندك في ثلاث شيتات في الصرف، انا بقول لك يعني مش ما تحلهمش، ما فيش اكتر. وانت بتحضر معلش ما هي ظروف استثنائية، ده لصالحك ظروف استثنائية، ده ظروف استثنائية دي المفروض تخليني اتأكد ان الناس حلة تاني وحلة كويس وحلة بنفسها مش نقلة، ونحاول نشوف الناس قاعدة قدامنا منتبهة ولا الناس قاعدة حاطة الهاند فري في ودانها وقاعدة بتعمل اي حاجة تانية ولا ايه. يعني دي ظروف استثنائية، ظروف استثنائية الناس كانت بتيجي السنين اللي فاتت تحضر السكشن وتحضر معانا السكشن وندي سكشن اضافية عشان نلحق نجري ونخلص وناخد منها شتات لحد الصرف. انا بقول اهو شتات لحد الديسنفكشن، واللي هيحل الجراوند ستورج اللي انا اسف اللي هيحل الشيت بتاع الاستورج مفيش مشكله، هعتبره له اوفر عنده لو عنده مشكله في الغياب او حاجه. طب ما تخليه لحد الشيت الرابع حتى هندسه والباقي يكون بونص هندسه. يا سلام ازاي هندسه تقول كده؟ لا 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 اه ايه الشيت الرابع ما تحلش احسن. طب ما تحلش احسن، خليها علينا احنا وما تحلش خالص. الله يعزك هندسه والله الله يخليك معايا يا شباب. طيب ده انا خايف ان انتم، على فكره انا خايف ان انتم مش هتحطوا ايديكم في شتات الصرف، انت كده ممكن تلبس يعني كده، انت فعلا طالما هو مش هياخد شتات الصرف خلاص بقى مش مشكله، تيجي تبص تلاقي الصرف في الامتحان. وعلى فكره يعني في الافتتاحيه كده اللي انا هقولها بتاعت السكشن الجاي اللي هو بتاعت الصرف، خد بالك من حاجه، بالرغم من ان الصرف هيجي في ثلاث سكشن او في سكشنين، بس ده مش معناه ان هو مثلا عليه درجه ولا درجتين في الامتحان. الصرف بيجي عليه 30-40% او 40-50%، انا اسف الصرف بيجي عليه 40-50%، يعني ممكن اللي احنا قلناه في سكشنين يبقى كميته في الامتحان ودرجاته قد اللي احنا قلناه السنه كلها. بس يا الله ما بلغت، الله ما فشل، الله ما فشل. معايا يا شباب الاستورج انت باشمهندس بتاع الصرف دوت، هنحدد برضو بالاتفاق معانا، انا مش دماغي مش حاضره دلوقتي هندسه، بس عايز امتحن بكره الناس وبعدين نحدد حاضر. معايا شباب الاستورج يا باشمهندس كده بقى اسالك السؤال تاني اللي بنساله في بدايه كل سيكشن، هل يا شباب ها الناس تجاوب، هل يا باشمهندسين كده المفروض الميه بقت صالحه للشرب تماما بنسبه 100% ولا عاد فيها لسه مشكله؟ جاوبوني بعد ايه بالظبط عندك؟ لا خلاص بقت صالحه النقطه اللي انا واقف عندها دي، مش بعد ايه في النقطه والمرحله اللي واقفه اللي الميه حصل لها ديزنفكشن وحصل لها فلتريشن وسيدمنتيشن وكله. ها ده كده حلو خالص، ليه بقى يعني ما عادش فيها رواسب؟ لا يا باشمهندس خلاص ما اتشالت بالسيدمنتيشن ومن بعد السيدمنتيشن الفلتر، يعني ما عادش فيها مواد بكتيريا وملوثات ومواد عضويه وحاجات في الميه؟ لا برضه يا باشمهندس انا خلاص عملت ديزنفكشن. ها يبقى كده انت تقولها وانت مطمن ان الميه بقت كده صالحه للشرب بنسبه 100%. تمام. طيب بص بقى معايا، المياه اللي حضرتك طلعتها دي وعالجتها اللي هي موجودة بكميات كبيرة جدا طالعة من المحطة، ايه النظام بتاعها؟ بتروح ازاي للمدينة؟ ها عايز افهم كده منك بالراحة كده وفي التخيل بتاعك، بتروح ازاي للمدينة اللي قاعدة كلها فاتحة الحنفيات مستنية المياه تجل؟ المياه دي هتروح لها ازاي؟ شبكات. المواسير. حلو، المواسير او الشبكات دي جايه منين او طالعه منين؟ من المحطه. طرب من المحطه، بلاش نتذاكى على بعض ونبي، انا بقول لكم ان انا كنت في شغل من الساعه 8 ففاصل، يعني طالعه منين من المحطه بالراحه؟ هي طالعه منين من المحطه؟ من انهي خزان؟ اقربها لك، من اسحب من الخزان الارضي. حلو، من الهاي ليفت بامب. الهاي ليفت بامب دي متركبه على انهي مرحله؟ هل متركبه على الفلاتر ولا هل طب كمل معايا، ولا هل عامل لها انا خزانات لوحدها مستقله ومركبها عليها؟ اه يا باشمهندس فعلا كده، الميه اللي طلعت كلها وعالجتها هبدا كلها اجمعها واحوشها في حاجه اسمها جراوند تانك او جراوند ستورج في قلب المحطه.
الخزان ده بيبقى مدفون جوه الارض، يعني مش مدفون مدفون، لا السقف بتاعه بارز عن الارض حاجه بسيطه، قيمه مثلا 30 سم ولا 40 سم، انت بتحس كده فيه في المحطه كان في حوش، المحطه دي بالظبط كانها عامله شبه المدرسه، الحوش بتاعها بس في جزء عالي ومتبلط، فانت بتحس ان الناس هنا عامله مثلا زي ايه، زي ملعب، انت فاهم؟ لا ده خزان، انت حضرتك واقف على الخزان الارضي بتاع المحطه، تمام كده. الخزان ده بقى يا شباب بعمله ليه؟ عشان حاجات كتير جدا. اول حاجه احوش الميه اللي انا عالجتها واللي انا طلعتها عشان ابدا اركب عليها الهاي ليفت بام، تبدا تزق الميه وتاخدها من المحطه للمستهلكين في المدينه، ده رقم واحد. رقم اتنين برضو يا باشمهندس تخيل معايا كده، لو حصلت اي اعطال في المحطه في اي مرحله، في فلاتر، في خزان ترصيب، في رابد ميكس الموتور بتاعه اتحرق او باظ، في سلو ميكس الموتور بتاعته باظت او حصل ليها مشكله، في ماسوره مش عارف تسدد، في اي مشكله ممكن تقابلك، هو الناس ملزمه ان تقعد عطشانه؟ ها جاوبني، الناس ملزمه ان تقعد عطشانه الكميه دي كلها او الوقت ده كله لحد ما سيادتك تصلح العيب والعطل اللي في المحطة، ولا المفروض الأستاذ البشمهندس الراجل المحترم الفاضل اللي صمم المحطة ده كان يبقى واخد في اعتباره أي حالة طارئة وهيحط قيمة مقبولة للساعات، لعدد الساعات، عشان يلحق يلم نفسه فيها ويصلح في الوقت ده، يكون عندي كمية مية تكفي إن تودي للمدينة الوقت ده لحد ما هو يصلح العيب ده، مش ده التصميم الأصح والأحسن؟ زي بالظبط كاني في الخرسانه جيت قلت لك على الكباري تعالى يا باشمهندس صمم الكوبري ده، فانت حضرتك قمت مصمم لي على اعتبار ان بيعدي عليه عربيه واحده بس ملاكي، في واحد تاني يصمم ان هيعدي عليه في الجهتين 20 عربيه ملاكي، في واحد هيقول لي لا ده الورست كيس هنا ان انا عندي لوري كبير، العربيات النقل الثقيله ماشي عليه وحصل عطل مروري معين خلى عمل شلل لحركه المرور فوقفت عليه مده معينه من الوقت، دي الورست كيس، اكيد مش مفيش حاجه تانية بعد كده، هي برضو نفس الفكره. ايه الورست كيس هنا؟ الورست كيس ان انا اصطدم بان يحصل عندي اي عطل مفاجئ في صيانه، في حاجه اتحرقت، في حاجه، ويحصل عندي مده من الوقت ان انا امنع او ان انا اقطع فيها عمليه المعالجه، ساعتها هعمل ايه؟ ساعتها هعتمد على ميه انا محوشها، ميه انا مخزنها، زي بالظبط لما بييجوا يقولوا يا جماعه شركه الميه بتطلع نشره او اعلان يا جماعه هنيجي نقطع الميه في الاحياء كذا وكذا وكذا من الساعه كذا للساعه كذا، هي بتقول ليه؟ بتقول عشان حضرتك تعمل حسابك وتبدا تجيب اواني وحاجات وميه، تبدا تجيب ازايز وحاجات تحوش فيها كميه الميه اللي تسعفك في الوقت ده. في واحد بقى يقوم راح مالي ازازه واحده، في واحد يقول لك لا ده بيقولوا خمس ساعات هتتقطع، الخمس ساعات بتاعتهم دي ممكن تبقى بعشر ساعات، املى يا ابني كذا وكذا واملى حاجات كتير، فاهمني؟ فاحنا بنعمل برضو حاجه زي كده، فاللي هيسعفني في كده هو الخزان. مين؟ الخزان الارضي اللي هو الجراوند تانك ده، تاني غرض. ها طيب تالت حاجه برضو، انا كنت مستني بصراحه ربنا، الناس معايا الاول ولا الناس فصلت مني؟ معاك يا هندسه. تمام، انا كنت مستني بصراحه ربنا حد يقول لي يا باشمهندس يا باشمهندس استنى، انت عمال بتكلمنا عن الديسنفكشن والكلور ومش عارف ايه وكاني وماني، هو الكلام ده بينضف فين وازاي وايه الخزان بتاعه؟ انا اتعودت ان انا، انت تقول لي كده يعني، انا اتعودت يا باشمهندس ان انت اول ما بتشرح لي اي حاجه اقول لك ايه الخزان بتاعها، جيت تكلمني عن عمليه كواجوليشن، انت بنفسك قبل ما انا اقول لك قلت لي دي بتحصل في خزان اسمه رابيد ميكس، جيت تكلمني عن عمليه اسمها فلاكيوليشن قلت لي بتحصل في خزان اسمه سلو ميكس، جيت تكلمني عن عمليه ترصيب قلت لي بنفسك ان بتحصل في طب الديسنفكشن ده بيحصل فين؟ اضيف الكلور ازاي وفين؟ حد عنده تصور؟ زي ما عملنا في الجرعه الابتدائيه كان قبل طرمبات مثلا بضيفه يا اما قبل لا مش لا ثواني عند الثواني، الباشمهندس اللي كان بيجاوبني برضو ما جاوبتنيش اجابه واضحه، فين يعني في انهي خزان؟ يعني اطلع الميه من الفلتر وافضيها في ازايز مثلا واقعد احقن الازايز دي بكلور، ولا هعمل خزان تاني مستقل، ولا هستغل المبنى بتاع المرشحات نفسه في ان انا اضيف الكلور، ولا ايه بالظبط؟ بعد المرشحات في بدايه الخزان الارضي هندسه. لا يا هندسه الاجابه الصح، هو انت قلت نص الاجابه صح، كلور النهائي اصلا. بص لي بس ثواني، انت اجابتك نصها صح بس انا هقول لك ليه نصها صح، انت عايز تقول لي ايه يا باشمهندس؟ ده انا عامل الخزان الارضي اصلا عشان استغله
في ان يعمل ديسنفكشن كمكان كحيز كخزان قدرت ان انا ارمي فيه الميه او اكب فيه الميه اللي انا حوشتها. وبالمره معايا كمان من ضمن المميزات بتاعته الطوارئ وما الطوارئش واللي انت عمال بتقوله ده كله وي 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 من بالمره من ضمن مميزاته ان انا بالمره استغل مكانه ان انا اعمل فيه ديسنفكشن. انت عايز تقول لي كده؟ ها صح تمام يا هندسه. انا عارف بقى ان فيكم دلوقتي ناس بتفكر طب بالراحه هو انت مش يا سيد دلوقتي قايل لنا ان ممكن يتعمل بري كلورينيشن وبوست كلورينيشن؟ طب لو هو بري هضيفه فين؟ ساعتها بقى هتعمل بياره الميه بتتكب فيها او هستغل بص بقى او هستغل بس ده لا يفضل يعني خلاص بلاش نقول هعمل بياره اكب فيها الميه الخام اللي جالي من ماسوره الدليفري وهحط فيها هحط فيها ايه؟ احط فيها كلور ويبقى هنا كلور ابتدائي بري كلورينيشن. ولو هيبقى عندي بوست كلورينيشن هستغل الجراوند تانك عشان يعمل الديسنفكشن. ها يبقى كده دي الميزه الثالثه للخزان الارضي. طب الميزه الرابعه حد عنده سؤال؟ ايوه لازم اتفضل. الكلور المبدئي دلوقتي المفروض انا بضيفه بعد الترمبات بتاعت الترمبات العكر عادي. جميل. ليه اعمل خزان مع ان ممكن استغل حوض الترسيب نفسه يعني بعد الموزع يعني هنا هو طلع الموزع مثلا وتاخد وقتها حوض الخزان. بص يا هندسه سؤالك حلو. انت عايز تقول انا عايز اوفر مساحه فليه ما اعملش هنا وهنا؟ بص يا هندسه احنا خدنا حاجه مهمه جدا في السيدمنتيشن. لو تفتكر السيدمنتيشن كنا بندرس فيه الفلكس اللي هتترسب بندرس لها حاجتين حاجه اسمها السيرفيس لودنج ريت او الفيرتيكال فيلوسيتي وحاجه اسمها الهوريزونتال فيلوسيتي السرعه الافقيه صح كده؟ طيب ده رقم واحد. رقم اتنين انا هجاوبك بس في نقط كده وهتفهم من النقط دي الاجابه. رقم اتنين هو الكلور اصلا بيبقى شكله ايه عشان ينضاف للميه؟ في ناس بتجيب اسطوانات الغاز الكلور وتقوم موصلاها توصيلات ميكانيكيه معينه كده اسطوانه كبيره لونها اصفر. انا ممكن ابقى اجيب لكم صور ليها حتى او اللي مننا شافها على النت او لما نزل محطه ولا حاجه. يعني بيجيب الاسطوانه بتاعت الكلور دي وبسيستم معين بيعمل توصيلات ما بين المواسير عشان تبدا لما تيجي تفتح المحبس كانه بالظبط زي اسطوانه البوتاجاز اللي عندك تفتح المحبس اللي عليها تبدا يبدا الكلور يعدي من المواسير ويبدا يخش جوه الميه. طب ما هو الكلام ده بيبقى ليه اندفاع فالكلام ده هيحوش الروبة او الرواسب اللي رايحه تترسب وهيخليها في حاله هيجان وكانه بيزقها ان هي تطفو. يبقى ده هيعمل حاجه ضد عمليه الترسيب فمش هينفع ان انا اعمل في الترسيب اضيف الكلور. ضيف على ده كمان حاجه ان المواد اللي بتترسب في خزان الترسيب اللي هي الفلكس او المواد العالقه الطين اللي ما التحقش بالشبه او الشبه اللي لسه ما لزقتش في الطين لو شافت كلور الناس شافت ان لو حصل تفاعلات كيميائيه ما بين الاثنين ده هيؤدي الى ان يكون مواد تانية ضاره. المواد دي ممكن تبقى مسرطنه ومواد يعني وحشه جدا ان هي تتكون في الماء فلا ما ينفعش جدا خالص ان انا اضيف ايه الكلور في المرحله بتاعه السيدمنتيشن. ها حد عنده سؤال تاني؟ الناس معايا يا شباب؟ ها حد عنده سؤال تاني يا باشمهندس؟ طب نكمل يا شباب. احنا من قلنا كذا ميزه من ضمن المميزات او اخر ميزه حاجه مهمه جدا. تخيل معايا كده لو حصلت حريقه. ايه ده يا باشمهندس انت بتقوله ده؟ لا ما هي وارد ان تحصل حريقه في المدينه. هو انا مش قلت لك في اول سيكشن خالص ان انا قبل ما اصمم المحطه وعناصر المحطه بعدي كده بالسهم وبعدي من فوق المحطه بروح للمدينه اقعد ادرس المدينه دي الاول ادرس عدد السكان واستهلاك الفرد في اليوم وطبيعه النشاط او الانشطه اللي موجوده في المدينه وحاجات كتير. فمن ضمن الحاجات اللي انا بدرسها في المدينه امكانيه ان هي يحصل عندي حرائق بالظبط زي كان انت بتصمم خرسانه وبتصمم زلازل. يا باشمهندس انت بتصمم زلازل ليه؟ هو يعني انت في زلازل بتحصل؟ هو انت يعني شفت في اخر 10 سنين في زلازل هتحصل؟ ده اخر زلزال حصل كان من 18 سنه. في حاجه اسمها كده؟ في حد ينفع يرد عليا كده ولا انت لو حد رد عليك يقول له انت حمار؟ صح؟ ما ينفعش. حتى لو اصمم على المينيمم او الحدود الدنيا اللي هي القيم القليله كذا لازل انا ما بقولكش ان المبنى ده يتنفذ في مدينه مثلا مدينه في اليابان
مدينه زلزاليه اصلا، فبقول لك يلا صمم. ده انا ما بقولكش كده، لا انا بقول لك خد حتى الليميتس اللي هي الاكسبتابل ليميتس او القيم المقبوله في تصميم الزلازل. هي نفس الفكره، انا المدينه اللي عندي دي وارد ان يحصل فيها حرائق، هو لو حصل حرائق خد بالك ان انا بقول لك حرائق مش حريقه واحده، ها، لان انا بصمم الورست كيس، لو حصلت حرائق في المدينه هجيب لها ميه منين؟ ها حد يجاوبني؟ اعمل حسابها في الخزان. لا كميه الميه دي فين؟ انت بتقول اعمل حسابها في الخزان، كلام جميل، بس ودي اللي انا مستنيها. انا كنت خايف حد يقول لي ايه يا باشمهندس، هو مش في عربيه مطافي بتيجي؟ اوعى اوعى يا باشمهندس تفكر ان عربيه المطافي اللي جايه دي فيها خزان ميه او هي جواها ميه، فدي الميه اللي هتستهلك او هتستخدم في ان هي تطفي الحريق. معلش كده انت يعني محتاجين نرجع تاني من ثالثه اعدادي وناخد تاني ايه مراحل التعليم سوا مع بعض. مين قال لك ان كميه الميه الكتير اللي هي بتقعد تستهلك في الحريق دي بتطلع من عربيه المطافي؟ لا، عربيه المطافي الخزان اللي وراها ده او الحاجه اللي وراها دي بيبقى فيها معدات وخراطيم ومواد عشان تنضاف مع الميه عشان تعمل اخماد للحرايق. انت فاهم؟ ده هم كل اللي بيعملوه، بيجوا على مكان الحريق ويشوفوا، بص بقى اللفظ اللي انا هقوله ده وحط تحتيه 100 خط، بيشوفوا منه يعني من مكان الحريق ده اقرب حنفيه حريق. حد عارف شكل حنفيه الحريق؟ أيوة. او حد بيقف على النواصي كتير؟ ايوه مش مهندس. ايوه انا مش بتريق، انت عارف ان الحديد كده طالع لفوق بالظبط، موجوده عندنا في الكليه على فكره، موجوده في كل مكان، موجوده اصلا في الكليه لو انت ركزت. انت عارف انا ليه قلت لك مين اللي بيقف على النواصي؟ ها لو انت جدع قول لي بقى، انا مش قصدي بتريق، لان هي الشاشه بتتغير ولا الشاشه ثابته؟ لا ثابته واقف على البتريف اللي انا كنت مشغله بتاع الخزانات الارضيه. ايوه جت يا هندس. ايه اللي انا رسمه ده؟ ده تقاطع شوارع، ده تقاطع شارعين مع بعض. النقطه السمراء دي ده بلان، النقطه السمراء دي حنفيه الحريق. عربيه المطافي لما هتيجي حضرتك وهتبدا تقف هنا كده مثلا، هتبدا تروح لحنفيه الحريق دي اللي موجوده. حنفيه الحريق في تصميم الشبكات زي ما انتوا هتيجوا تاخدوا الترم الثاني معانا تصميم الشبكات، لان ماده مهمه جدا جدا اصلا، تمام، هتقعد تدرسها ترم تصميم الشبكات دي. هتاخد ان اهم الاماكن او الاماكن الاساسيه لحنفيه الحريق هي تقاطع الشوارع، عشان المكان ده يقدر يخدم الاربع شوارع. ما انا مش هيجي اعملها في قلب الشارع في نص الشارع، فدي ساعتها هتبقى اكنها للشارع ده بس، صح ولا انا غلطان؟ انما في نصية الشارع هتقدر تخدم الشارع ده والشارع ده والشارع ده والشارع ده، اي حته فيه، صح ولا انا غلطان؟ الشاشه بتتغير ولا ثابته برضو؟ تمام يا هندسه شغال بتغير. تمام كده يا رجاله، يبقى انت دايما هتلاقي حنفيه الحريق دي فين؟ في نصية الشارع. فيبقى هنا يا باشمهندس، طيب حنفيه الحريق دي، سؤال تاني، حنفيه الحريق دي هي حنفيه منصوره طالعه من قلب الارض، طب هي جوه الارض متصله بمين اصلا؟ شبكة ايه؟ كمل اجابك، اجابتك صح، شبكة المية، شبكة مية الشرب، ولا انت عامل شبكة مية الحريق؟ لا شبكة مية الشرب عادي بالظبط. بص يا باشمهندس، لا هي شبكة مية الشرب، هو في حاجة اسمها شبكة مية الحريق؟ شبكة مية الحريق دي لو انا عندي مول مثلا، او مثلا كومباوند او مصنع بعمله شبكة مستقلة، انما دي مدينه فيها افراد، فانا يا دوبك بالعافيه مكفي احتياجاتهم من الميه. تيجي تقول لي هعمل وحفر بالعافيه وبتضلين في الشوارع عشان احفر احط الموسيب بتاعتي، تيجي تقول لي هعمل شبكه حريق؟ لا طبعا، هي نفس الشبكه. يعني معنى كده يا باشمهندس ان الميه اللي هتستهلك لاطفاء الحريق هي الميه اللي انا بشربها؟ طبعا هي الميه اللي انت بتشربها. طب معنى كده يا باشمهندس ان لو في شارع حصلت فيه حريقه ضخمه والحريقه دي مسكت في كذا بيت، ان عشان الناس تطفي، عشان المطافي تطفي الحريقه دي كميه ميه كتير هتستهلك، ده كده كانهم هيجوا على حقي انا، على حق الناس اللي هتشرب. صح كلامك صح. فبيحصل ايه ساعتها؟ هعتبر، بص بقى، ساعتها هعتبر ان انا عندي كميه اضافيه هحوشها في حاله الحرايق، بس هعتمد عليها هناك في خزانات مين؟ الخزانات الارضيه اللي في المحطه. كاني بقول لك ايه يا هندسه؟
تعال اعمل لي هندسه خزان فوق بيتي يحوش ميه للطوارئ. الخزان ده لان الماء بتقطع كل يوم، بتقطع يوم في الاسبوع اللي هو مثلا يوم الجمعه بتقعد ساعتين، فانا حسبت كميه الميه اللي انا بستهلكها لقيتها ان هي حوالي متر مكعب. قلت لها يا باشمهندس طب ما تامن نفسك، انت لازم تمشي على الحركرك، ما تخليهاش 1 متر مكعب، هعمل لك خزان يا سيدي 2 متر مكعب او 1.5. هي نفس الفكر، انا برضو هستغل الخزان اللي موجود في المحطه ان يحوش. وبص بقى في الكلمه اللي انا هقولها دي ركز معايا قوي، ان يحوش 80% من كميه الميه المطلوبه للحريق. ها هعتمد على 80% من الميه دي احوشها فين؟ في الجراوند تانك. الله 80% يعني مش كل كميه الميه بالكامل، امال ال 20% الباقيين دول هعتمد على انهي ميه؟ ما هي افرض مثلا ان قامت حريقه في المدينه بشكل ما، الحريقه دي محتاجه 100 متر مكعب ميه، انت كانك بتقول لي ان ال 100 متر مكعب دول هحوش 80 منهم في الخزانات الارضيه، امال ال 20 الباقيين هل هتسيب الحريقه لسه مولعه؟ هتجيب منين ال 20 دول؟ ها حد عنده فكره يجاوبني؟ في الاليفيتد تانك بقى نخزن. الله يفتح عليك الاليفيتد تانك. اسمك ايه يا هندسه اللي جاوب؟ احمد السيس. مين؟ احمد السيسي. احمد السيسي تمام. خدوا بالكم يا شباب ان انا من النهارده بدات اسجل اسماء عشان اعمال السنه، يعني الناس والحاضر يعلم الغايب. معلش الحاضر انا عارف ان هو سكشن اضافي ومش في ميعاده وبتاع، بس علشان يعني اكيد الناس اللي قاعده مركزه معايا الناس اللي حضرت المحاضره مش زي الناس اللي بقى، فالناس كده تحاول تتفاعل معايا بعد اذنك. يعني ده عليه درجات؟ اه وانا لما خدت اسم احمد شعبان انتوا هو احمد خاف ولا ايه يا شباب؟ اه عليه درجات يعني مش درجات يعني عشان اشوف برضو الناس دي عامله ايه، في لو هي واقعه في اعمال السنه او بتاع اظبطها، لان الناس مركزه معايا الناس بتجاوب معايا. ها وما تقلقوش الكل يعني هيتراضى، ما تقلقوش هنواجه يعني الكل. انا قاعد اقول لك يا هندسه انت ساعتها كنت تراضيني. قاعد ايه؟ عايز اقول لك تمام حضرتك تمام تمام تراضيني برضو اي حاجه يعني. حاضر حاضر والله والله ما تقلقش كلكم هتتراضوا. لا بس في حاجه انا هقول لك عليها بالامان، في لما باجي اقف كده واسال سؤال زي ما انا لسه سائل احمد شعبان وزي ما انا سائل السيسي دلوقتي، يعني بيبقى ايه الكل بيطمع. افتح المايك وجاوب معايا. سهله سهله شباب ما تقلقوش انا هراضي الكل والله دي حقيقه. طيب يبقى هنا شباب هغطي 80% من احتياج الحريق من المية اللي جاية من الجراوند تانك، وزميلنا احمد سيسي قال ان 20% التانيين دول هيجوا من حاجة اسمها الاليفيتد تانك. الله ايه بقى الاليفيتد تانك دي؟ في عجلة كده بسرعة قبل ما جيلها، يعني هو انت باشمهندس وانت ماشي في المدينة مش بتلاقي خزانات علوية؟ انت مهندس مدني وانا عارف ان انتوا طول ما انتوا ماشيين عمال طالما يعني مهندس مدني عمال بتبص بقى على المباني والابراج والمنشآت وبتاع والواجهات وتصميم الواجهات وشغل الديكور. انا لو مكانك انا كنت بعمل كده، ولحد النهارده بنعمل كده، فاكيد انت برضو بتعمل كده. خدت بالك من الاليفيتد تانك او الخزانات العلويه اللي انت ممكن تشوفها في القرى او على الطرق او في قلب المدينه حتى؟ ايوه جنب بيتنا اه هندسه بيجددوه. بس سهريك كبير كده. الله يفتح عليك اللي الناس بتسميه سهريج. الله يفتح عليك. ايه الخزان ده عباره عن ايه؟ زي ما الباشمهندس لسه كان بيجاوب عباره عن حله اسطوانيه معايا قطر متشال على نظام انشائي معين. ممكن النظام الانشائي ده يبقى شفط يعني زي اسطوانه خرسانه، او على مجموعه من العمدان بيربط ما بينهم بريسنج بيمز معايا كمر تربيط عشان الزلازل او كده. كل وظيفته انا هرجع بقى للجزء الهيدروليك ماليش دعوه بالانشاء، كل وظيفته ان يحوش ميه تساعد وتسند معايا في الاحتياج بتاع المدينه. يعني لو المحطه اثرت في ان هي تزود المدينه، الناس كلها عماله فاتحه الميه والمحطه مش ملحقه عليهم، ساعتها انا ممكن اجيب من الايه من الخزان ده معايا كده. طيب يا سيدي الميه الناس كلها نايمه وقفلت الحنفيات معايا كده والمحطه عماله بتضخ الميه، طب الميه دي هتروح فين؟ هل هتترمي؟ لا. هل هتتنى تنضخ في الشبكه لحد ما تعمل تفجير لخطوط الشبكه؟ برضه لا، ساعتها انا ممكن اطلعها في الخزانات العلويه دي تتخزن او تتحوش. ها معايا كده. طيب نرجع بقى كلامنا، بيقول لي هنا جراوند ستورج او الخزانات الارضيه مكانها جوه المحطه زي ما انت شايف، الغرض منها زي ما انت شايف حاله الطوارئ اللي احنا قلناها، عمليه التطهير اتمام عمليه التطهير يغطي الفرق في الاستهلاك ما بتاع الاشخاص، يغطي حوالي 80% من كميه الماء الحريق. اكيد كل الاربع نقط دول فهمناهم. التصميم معادله بسيطه جدا بتقول ان الحجم بتاع الخزان بيساوي الحجم الاكبر من 3 في 1 و2 و3
زائد 80% من السي فاير، 8 من 10 من قيمة احتياج الحريق. السي فاير دي اللي هي كمية المية اللي محتاجها، اللي محتاجها المدينة في حالة حدوث الحريق. طب هو هنا يا باشمهندس ايه كمية هي حصلت اصلا حريقة عشان احسب كمية المية؟ قال لك لا، الراجل اللي كان قاعد بمخمخ بالليل كده وماسك قلم وعمال بيقلب في الكود افترض حاجة معينة او حاجة مهمة جدا في حالة الحريق دي. افترض ان كل 10,000 شخص في المدينة ممكن يبقوا عايشين ممكن يحصل لهم حريقة. قبل ما نكمل معاك في اللي افترضه هسأل الناس سؤال، بصوا كده معايا. هو انا لو قلت لك عندي قرية صغيرة جدا او عزبة، هل احتمالية حدوث الحريق فيها او تكرار الحوادث بتاعة الحريق فيها زيها زي مدينة كبيرة جدا زي طنطا ولا حتى القاهرة؟ اكيد اكيد. ليه قلت اكيد لا؟ ايه العلاقة؟ عدد قليل، عدد السكان. الله يفتح عليك. بالعقل كده هندسة، بالعقل العلاقة العدد. المدينة اللي عايش فيها او المكان اللي عايش فيه 50,000 فرد احتمالية حدوث حرائق فيه غير مكان عايش فيه ملايين، انت فاهم قصدي؟ فاكيد احتمالية حدوث الحريق هنا ليه علاقة بالعدد. عشان كده الراجل قال السي فاير دي بتتحسب ازاي؟ هتتحسب من عدد الافراد. طيب بص معايا بقى، انت قلت لي ان هو هيبقى الحجم الاكبر من 3، في واحد هيبقى عبارة عن التصرف التصميمي اللي مدولك في المسألة في 8 ساعات، ثبت معانا هي من 6 ل 8 خليها 8 ساعات. وافتكر هنا ان انت تعمل تحويلات الملف ده لو عندك وطبعه، لو الورق جنبك مطبوع يا ريت تكتب كده. افتكر تحول، يعني اقسم ال 8 ساعة دي على كام؟ ها اقسمها على كام؟ لو حد جدع هيجاوبني. 24. مين اللي جاوب؟ احمد شعبان. محمد حجازي. مين؟ وفي حد تاني بعد احمد شعبان؟ محمد حجازي. محمد حجازي. تمام يا رجال، معايا كده شباب؟ كلام جميل كده خلاص. نعم اتكتب يعني اهم حاجة. والله انكتب يا شباب، عيب عليكم والله، ماسك القلم وانكتب والله. اصور لكم نفسي انا كده بشعب الموبايل والله. ماشي ماشي يا شباب. طيب في اتنين، انت قلت لي ان من ضمن اغراض الخزان ان بيتعمل فيه عملية الديسنفكشن اللي هي وقتها نص ساعة بالكتير، فاحنا عارفين ان اي كيو في تي بتديني حجم، فانا عايز اعرف ايه حجم الخزان المناسب ان انا اعمل فيه عمليه ديزنفكشن. طب يا باشمهندس بالراحه، ما هو الديزنفكشن ده هيحصل في نص ساعه، يبقى انت لو ضربت التصرف بتاع المحطه في نص ساعه يديك الحجم المطلوب. طب يا باشمهندس بالراحه، انت ازاي هتخلي احسب في 1 وفي 2 وفي 3 وبالنظر كده في في 1 انا ضرب في 8 ساعات، في في 2 انا ضرب في نص ساعه، فاكيد في 1 اكبر من في 2 صح؟ طبيعي. صح ولا لا؟ لا، لازم تحسب له الاثنين، او لازم انا اسف تحسب له الثلاثه. انا عارف ان انت على فكره دايما دايما الكيو اللي انا اسف الفي الكبيره هتيجي من واحد او ثلاثه، بس لازم تحسب له في واحد وفي اثنين وفي ثلاثه. ها معايا كده شرط كود؟ طيب كلام جميل. ثالث في احنا قلنا ان هو بيعمل فرق، بيعادل فرق الاستهلاك ما بين اقصى تصرف يومي واقصى تصرف شهري، يعني الفرق ده والكميه اللي في الفرق دي بتتخزن فيه او بتحوش فيه. ها يبقى انا هنا هقول كيو ناقص كيو وهضربها في واحد دي، وبالك انا كاتب لك دي عشان كده مش هتتحول. واضح ولا يا شباب؟ طب كلام جميل. السي فاير قلنا ان ليه علاقه بعدد السكان، هقسم البوبوليشن على 10,000 شخص لان الراجل افترض ان كل 10,000 بني ادم بيدوني حريقه، فلو انا عندي مدينه عايش فيها 200,000 شخص يبقى هيحصل فيها كام حريقه؟ طبقا للفرض بتاع الكود ده هيحصل كام حريقه؟ على 10,000 يعني، على 10,000 يعني 20 حريقة. 20 حريقة. الراجل كمان افترض ان الحريقة الواحدة بتقعد ساعة، انا اسف ساعتين، وان الحريقة الواحدة محتاجة في الساعة بس الواحدة كمية مية حوالي 60 متر مكعب، يبقى الحريقة الواحدة في النهاية محتاجة قد مية عشان تنطفي؟ 120. ال 60 في 2، ما هي الحريقة بتقعد ساعتين والساعة انا بستهلك فيها 60 متر مكعب، يبقى 60 و60 120 عشان يطفوا لي الحريقه الواحده، يبقى دي في النهايه بتحسب لي كميه الميه الحجم اضربه في عدد الحرائق طبعا. ها حد كان عنده سؤال وانا قطعت كلامه؟ تماما. ممكن اخد الرقم وخلاص واضربه في 12 من 1000 ومباشر كده. ممكن تاخد الرقم وتعمل ايه؟ اضربه في 12 من 1000 اللي هو اخد الرقم بالديشن. صح. رياضيه للكل اللي انت بتقوله ده صح. في ناس بتعمل كده، في ناس بتقوم قسم عدد السكان، انا من الناس اللي بعمل كده على فكره، بقسم عدد السكان على 10,000 واضرب في 120 على طول من غير ما افصل. في ناس تضرب زي ما انت بتقول ده صح وده صح.
طب كلام جميل، طلعت في النهايه حجم جراوند ستورج يا باشمهندس، والحجم ده مطلوب من حضرتك ان انت تحوله لعدد في ابعاد. خد بالك من حاجه، ان ده خزان هيحوش ميه، الخزان ده ما ينفعش اعمل فيه اي فاصل تبدد او فاصل انشاء، انا اسف. فلازم اخد بالي ان الابعاد ليها ليميت عندي، عدد الخزانات اكبر من او يساوي الاثنين زي اي حاجه خدناها قبل كده، ال ال ما تزيدش عن 50 هي والبي او الدبليو يعني عشان ما اعملش اي فاصل، الدبس بتاع الخزان ده عشان اعرف انفذه، عشان اعرف انفذ الخزان ده ما يزيدش عن 5 او 6 متر. دايما انا مش فاهم تتعود تقف قدام الرقم اللي انت اللي حضرتك مطلعه. يمكن الكلام ده مش هنعتبره قوي هنا في الامتحان او في الشتات، بس لما تيجي تخش المشروع معانا انت واخد بالك، الاقي الناس جايبه لي دبس مثلا خزان او بياره او كده 8 متر، اقول له طب استنى يا باشمهندس يا راجل، طيب هتنفذ 8 متر ازاي في الطبيعه؟ عمق انت عارف 8 متر يعني ايه؟ يعني 3 ادوار، 8 متر كانك بتتكلم على 3 ادوار هتعملهم تحت الارض، فمتخيل؟ فلازم تبقى انت متخيل الرقم اللي انت بتتكلم عليه يعني، ده على جنبي. تمام يا شباب؟ طيب تعالى نبص على رسمه الخزان ده، رسمه الخزان بالشكل كده اللي قدام ده، الخزان مدفون تحت الارض، اللي جزء اللي بارز منه او باين حوالي زي ما قلنا نص متر بالكتير. فوق في حاجه اسمها فتحات تهويه، شايفين الفتحات التهويه اللي فوق اللي في الاليفيجن باينه؟ ها حد بقى يقول لي هنا اسجل اسامي عشان اكتب درجات، حد يقول لي فايده الفتحات دي ايه؟ تهويه عشان ما يحتاجش الهواء ايه؟ لا بالراحه، بص عشان خلينا نتفق ان لما حد يجاوب الباقي يسمع، عشان الاول واحد قال تهويه علشان ايه؟ تفاعل الهوائي ما يحصلش جوه الخزان. لا مش دي الاجابه الصح، مش دي الاجابه الصح. ايه الثاني؟ لو ما يحصلش تعرض للميه مش مهم. عشان ايه؟ الميه ما تعرضتش، اللي هو ركود الميه. ما دي نفس المدين اللي كان بيقوله زميلك، برضو الاجابه غلط. في الميه تخش وتطلع، ما هو لما مقفوله هيكون لي ضغط. مين بقى اللي بيتكلم؟ ها؟ محمد سلمي. مشوش سلمي؟ ايوه. تمام، سلمي من الناس الشاطر. بص يا سلمي، تعالى نتكلم لان اجابه الراجل ده صح، بس محتاجه ان هي ايه؟ يعني تتمحور شويه. بص يا شباب، عارف العصير اللي انت بتجيبه اللي هو في علبه كرتون ولما بتشد منه متشفطه؟ ايه اللي بيحصل في النهايه لما العصير ده بيبدا يفضى؟ ها كلمني كده عن اللي بيحصل. ضغط السالب ده اللي العلبه بتنضغط. ايوه. لا لا بالراحه، تعالى احنا مش في ضغط سالب بقى وكلام بتاع ناس متعلمين، احنا عايزين كلام حبي. ها العلبه ايه بيحصل لها؟ تتشفط، بتضغط على بعضها. بتنضغط كده، تحس ان الجوانب بتضم على بعضها. كلام جميل زي ما بيسلمي بيقول. طيب يعني ايه بقى؟ تعال نرجع للناس اللي هم بتوع العلم والضغط والكلام ده كله. بص يا هندسه، تخيل معايا كده ان انا لو الفتحات بتاعه الخزان دي مقفوله، ان ده سقف سوليد مقفول تماما، طب انا مليت الخزان ده بالميه مفيش مشكله، لما اجي اسحب من اليمه الثانيه بالطرمبات اللي هتودي الشبكه، ما انا هركب عليه الطرمبات، مش انت اللي قلت لي كده هركب عليه الطرمبات اللي تودي الشبكه؟ الميه اللي هتنسحب دي المفروض بالعقل وبالمنطق وبالعلم وبالفيزياء يخش مكانها حجم كمان بنفس حجمها، طبقا بقى لنظريات ارشميدس والضغوط واللي احنا خدناه كله، يخش حجم تاني جوه الفراغ ده او جوه الحيز ده يعادل الحجم اللي خرج، والا يا اما هيحصل ايه؟ ان السقف هيتكسر نتيجه الضغط السالب. واضحه ولا مش واضحه؟ تمام يا هندسه. يبقى هنا الفتحات دي فايدتها بالاساس عشان كده. تيجي رقم 2 او 3 او 4 بعدها بكتير، حته ان الميه فعلا ما تعطبش او الميه ما يحصلهاش اي مشاكل، لان ممكن يحصل لها لو انكتمت يحصل لها مشاكل بيولوجيه او حاجه، بس ده مش الاساسي. ها والسؤال ده على فكره ناس كتير في المشروع بتتساله. تيجي كده وانت بتفر اللوح للدكتور، تيجي كده وانت بتفتح اللوح للدكتور في المشروع عشان يناقشك، يجي عند الخزان ده يقول لك اقف بقى هنا، ايه الخزان ده بيعمل ايه والكلام اللي انت عارفه ده كله اللي احنا قعدنا نتكلم فيه، ويجي عند الفتحات دي يقول لك ايه الحاجات دي بتعمل ايه، ويقعد يسمعكم. يبقى فايدتها عشان حته تمنع الضغط السالب اثناء سحب الايه؟ سحب الميه. طب كلام جميل. بص معايا في البلان، في مجموعه من الخطوط، الخطوط اللي الميه بتتحرك حواليها، الخطوط دي بتمثل ايه؟ حوائط. انا بغششكم اهو، الخطوط دي بتمثل حوائط.
فايدتها ايه؟ تطول مصدر الميه عشان تزود. لا مش دي الاجابه اللي انا عايزها. الكلور عشان تزود مده عشان ايه؟ تقليب الكلور برضو مش دي الاجابه اللي انا عايزها. الكلور اللي موجود. حد عنده اجابه يا شباب؟ حد عنده اجابه؟ عشان تهدئة المايه يا باشمهندس. ايوه يا باشمهندس. لا مش الاجابه الصح. لو حد جدع يقول ما هي يا اما بحتاج عشان اعمل تقليب ايه مش تقليب بزود مده عشان اعمل مده. هحاول اغششكم. بص هحاول اغششكم. هي مالهاش علاقه هيدروليكيا ولا لها علاقه بالصحه خالص. جميل. عشان حد كده بقى هتيجي في بالكو اكيد كده هتيجي في بالكو بقى طالما انا قلت لك مالهاش علاقه بالصحه خالص. عشان المساحه الكبيره والسقف اللي هنعمله. الله يفتح عليك. اسمك ايه يا هندسه؟ احمد عبد الموجود. تمام يا هندسه الله يفتح عليك. ثواني بقى كده. ثانيه واحده كده يا شباب خليكم معايا. ثانيه واحده. هو عشان ايه؟ السقف يا حجازي. السقف مش هيتحط من اول لاخر كده. معلش يا شباب معايا كده. مين اللي جاوب في الاخر كده؟ ايه؟ احمد عبد الموجود. ايه احمد عبد الموجود؟ ايه يعني ماشي؟ احمد عبد الموجود محمد سكشن واحد. طيب واحمد سلمي. ها ومحمد اول واحد كان ايه؟ معلش مهندس محمد سلمي. معلش تمام ماشي السلمي. ها اول واحد شعبان كان اسمه ايه؟ احمد شعبان. ايوه هندسه. تمام ومحمد حجازي. محمد ايوه محمد عبد الحميد حجازي. محمد. طيب بس هم الاربعه دول. اصل في واحد ايه دخل في النص كده عم قايل اسمه السيسي. بس السيسي معلش احمد السيسي. ايوه احمد السيسي. تمام ماشي. بصوا يا شباب هو احمد عبد الموجود بيقول ايه؟ بيقول عشان تشيل السقف فعلا. ده سؤال برضو بتتساله على فكره في المناقشه. اصل خد بالك هندسه انت في مناقشه المشروع او انت كمهندس في سنه رابعه معلش سيبك من المشروع بقى وكده انت خلاص انت على فكره في منكم قدكم اللي موجود دلوقتي في مواقع وبيشتغل بارت تايم على فكره دي حقيقه لازم تبقى عارفها يعني. تمام كده. طيب الباشمهندس بيقول لك ايه؟ الباشمهندس اكنه عايز يقول لك يا باشمهندسين تخيل معايا خزان ضخم زي ده مساحته 50 في 50. انت متخيل ما احنا قايلين الطول والعرض ممكن يوصل لحد 50 متر. ده سقف ايه اللي يشيل 50 في 50؟ ايه الاستاتيكال سيستم ده ان شاء الله؟ ها جاوبني بالخرسانه. ايه الاستاتيكال سيستم؟ مفيش خالص. ففايده الحيطان دي بالاساس ان هي تشيل السقف. بعد كده بقى اللي انت عايز تقوله قوله بقى بعد كده. ايه تعمل تقليب عوارض للميه عشان تعمل تقليب مع الكلور اللي انت عايز تقوله. بس هي بالاساس عشان تشيل السقف. كلام جميل. بص معايا بقى للسيبك من الاليفيت التانك كده. تعالى بص معايا للمساله اللي انا هديها لكم دلوقتي. بيقول لي عندي الشاشه اتغيرت ولا ثابته؟ متغيره يا هندسه. تمام. بيقول لي عندي مدينه عايش فيها 200,000 فرد. الكيو بتاعه استهلاك الفرد في اليوم 200 لتر على كبد عاديه. عايز اصمم من جراوند تانك مره في حاله ال 24 ساعه ومره في حاله 16 ساعه. المساله دي عشان اصممها ابتدي منين يا باشمهندس؟ انا اتعودت وحفظت وفهمت ان المساله اللي في الصحيه اللي هتجيني من اول البوبوليشن يبقى انا اول خطوه ابتدي بالكيوهات. طالما هي بوبوليشن في السؤال ما هو لو مديني كيو كنت هبتدي اصمم على طول صح كده؟ لا هو مديني هنا بوبوليشن ودايما مساله الاستورج سواء جراوند او اليفيتد بيداني من البوبوليشن. طب كلام جميل. الكيو افريج هتساوي البي في كيو في 24 على 24 لان انا هحل مره لحاله 24 ساعه مرة لحالة ال 16 ساعة. طب كلام جميل. يبقى انا هضرب ال 200,000 في ال 200 ها وال 200 بتاعة اللتر على الكبت عدي دي ما تنساش تقسمها لي على 1000 او تضربها في 10 سالب 3 عشان بس شغلنا كله يبقى بالمتر المكعب. تمام كده؟ وهضرب في 24 على 24 يعني هضرب في واحد او مش هضرب في حاجة خالص. بعد كده بعدها هجيب الكيو ديزاين اللي هي كيو ماكسيمم مونثلي وبعدها هجيب الكيو ماكسيمم ديلي. هل انت محتاج تجيب الكيو ماكسيمم اورلي؟ سؤال. اه او لا؟ هل محتاج تجيب الكيو ماكسيمم اورلي؟
هنا مش محتاج، انما في الله يفتح عليك كده انت راجل حضرت المحاضره، هنا مش محتاجه، انما انا في الاليفيتد محتاجه. هنشوف بقى الاليفيتد ليه. كلام جميل. حسبت الكيوهات بعد كده، كتبت معادله الفي جراوند ستورج، وبدات ان انا اعوض فيه، هحسب في 1 وهحسب في 2 وهحسب في 3. رجائي بس خد بالك ان راجل قدامك اهو 8 قسمها على 24، والفي 2 قسم النص على 24، الفي 3 فرق حجمين او فرق تصرفين، اللي هي كيو ماكسيمم مانثلي او ديلي، انا اسف، ناقص كيو ماكسيمم مانثلي. خدت الحجم الاكبر اللي طلع من في 1، بعد كده ضربت. الناس كتير بتقوم رايحه واخده الحجم ده ومحولاه لابعاد، بتنسى تاخد السي فاير. فالمفروض تروح حضرتك تحسب احتياج الحريق اللي هو 200,000 على 10,000، يعني عندي 20 حريقه. الحريقه الواحده محتاجه 120 متر ميه، يبقى 20 في كام؟ في 120. ها صح ولا لا؟ 20 في 120 ب 2400 متر مكعب. جبت الحجم، بس برضو في ناس كتير بتقوم جايبه في واحد وجمع عليها عقود كلها سي فاير. لا يا باشمهندس، انا باخد منها 8 من 10. ها شايفين ال 8 من 10 ولا مش شايفينها؟ تمام يا دكتور. الناتج اللي بيطلع ده بقى حضرتك مطلوب ان انت تحوله لابعاد وعدد. انا لو مكانك، طالما الارقام كبيره قوي كده، رقم ضخم جدا، انت شايف 20,000، طالما كده يا باشمهندس خلاص امن نفسك عشان تريح في الابعاد وما ترجعش تعيد تاني، خد 4 أو 5 خزانات. هو حد عايز يحوش، ما تاخد يا عم عدد خزانات كتير. خدت 3، خدت، بص الراجل اهو الحل ده مثلا، خد 2 طلع معاه ان ال ب 40 متر، ولما استخدم الدبس ب 5 متر لقى ان الدبليو ب 51 متر، فالمفروض ان هي ما تزيدش عن 50، رجع عاد تاني ال ان ب 4، فليه بقى الكلام ده؟ طب ما من الاول خدها ب 3 ب 4. ها واضح يا شباب ولا حد عنده مشكله؟ تمام يا هندسه. طب حاله ال 16 ساعه، حد عنده اجابه ايه يقول لي ايه اللي هيختلف؟ هنقسم على 16، هضرب في 24 على 16، هنقسم على 16 بس. يعني اني كيو اللي هتتغير، انت جاوبت غلط في الاول، اني كيو اللي هتتغير الافرج مش الديزاين. صح، يعني الكيلوهات كلها الافرج هتأثر على الديزاين كله هيتغير. ايوه، ما انا لسه هكمل لك، ما انا لسه، يعني الكيلوهات كلها هتتغير صح كده. طب السي فاير ثابته ولا متغيره؟ لا ثابته، احتياج المياه من الحريق ثابته. ثابته، ما بتعتمدش على دي. السي فاير ثابته لان ليها علاقه في عدد السكان وليس ساعات التشغيل. يبقى كل اللي هيتغير معايا الكيلوهات، وهرجع عيد تاني المساله بنفس الكيفيه وحول لابعاد. طب كلام جميل يا باشمهندس، ارجع معايا بقى للاليفيتد تانك. تعالى ناخد الاليفيتد تانك كده على السريع. ها الناس كلها مركزه معايا والناس كلها تمام معاك يا هندسه؟ طيب الاليفيتد تانك ايه المكان بتاعه؟ المكان بتاعه زي ما قلنا، ها فين المكان بتاعه؟ في المدينه مش في المحطه. خلاص، فين في المدينه بقى؟ بص بقى، الاليفيتد تانك دايما بيستغل او المكان الافضل ليه عند اعلى نقطه. تاني، الاليفيتد تانك دايما المكان الافضل ليه هيبقى عند اعلى نقطه. ها تمام ولا مش تمام؟ ليه اعلى نقطه؟ بص معايا كده يا هندسه، بص معايا كده، لو دي مدينه وعايش فيها او موجود فيها ابراج او بيوت بالشكل ده كده، كلها ابراج او كلها بيوت معايا كده، وجينا نعمل الاليفيتد تانك هندسه اللي هو باللون الازرق ده، حد يقول لي المكان الافضل 1 ولا 2 ولا 3؟ 2 طبعا. لا 2 ليه؟ طبعا عشان يغذي بقيه الاكبر، مش هيسيبها كده. انا كده بهدد الضغط لما اعمل على تحت دول، عشان البيوت كلها يوصل لها ميه، الضغط بتاعها يعرف. بص يا هندسه، هي نفس الاجابه بتاعت ميزان الخرطوم او نظريه الاوان المستطرقه. ايوه، هو هنا لو في ميه اكيد الميه هنا هتبقى واصله على نفس الايه؟ على نفس المنسوب بتاع نفس المستوى، نفس المنسوب. فانا لو عامله هنا عند نقطه رقم 1 أو 3 على المنسوب الواطي، هبص الاقي ان في بيوت كتير لو على نفس المنسوب انضرت،
او في ادوار عاليه مش هيوصلها الميه. انما النقطه رقم 2 دي بقى اهو الخط رقم 2 او اللوكيشن رقم 2 المنسوب فين؟ فوق في العالي. فكده كده انا ضامن ان المدينه كلها متغطيه بضغط ميه صح ولا لا؟ تمام. بس يبقى ده السبب اللي مخلي ايه؟ ده السبب اللي مخلي ان افضل المكان لخزان العلوي في نص المدينه عند اعلى نقطه. كمان ساعات بيقول لك يا ريت ان يبقى عند اقصى مناطق الاستهلاك. ليه؟ عشان مناطق الاستهلاك دي اللي هي في مركز المدينه او في سنتر المدينه هيحصل فيها عجز، فساعتها المناطق اللي هتعجز او هتعطش تشرب من مين او تتسقي من مين؟ من الخزان العالي اللي محوش ميه صح ولا لا؟ كمان برضو بيجي يقول لك ساعات على اطراف المدينه في نهايه المدينه. ليه؟ يعني تخيل معايا كده يا هندسه، لو انا عندي خزان، او بص كده يا هندسه معلش، لو انا عندي مدينه اهي دي كلها مدينه وشوارع. نعم. هو تليفون حضرتك بس تليفون حضرتك هيفصل، فعشان بس السكشن ما يقطعش انا قلت انبه حضرتك على النقطه دي حبيبي. طب معلش ثانيه واحده. حاضر، كويس انت نبهتني والله، انا كنت سرحان. تسلم يا هندسه. معايا كده شباب؟ لو دي المدينه ودي الشوارع، برضو من ضمن الحاجات او الاماكن الكويسه جدا جدا للخزان العلوي ممكن يبقى على اطراف المدينه هنا كده مثلا. ليه؟ لان على اطراف المدينه هيخلي عندي سماحيه ان يحصل اكستنشن كده. يجي ايه لو في توسع عمراني او تمدد عمراني او في حيز عمراني عايز ينضاف، ساعتها لو انا مش واخد في اعتبار ان انا احط عندهم او على حرف المدينه خزان عالي، ساعتها هضطر بقى احفر تاني في الشوارع واعمل تمديدات للمواسير واشوف نقط الربط الكويسه وخطوط التغذيه عامله ازاي. انما لو في خزان عالي لا هريح دماغي. ايه يا هندسه في حاجه؟ لا الشاشه ثابته بس كانت لسه ثابته. ما هي ثابته، هي ثابته، هي لسه برضو ثابته، مش اللي هي فيها كانت على الالوان الاول حاجه غريبه. طب هي كده ايه الوضع؟ تمام تمام. ايوه يا هندسه. هندسه الدائره اللي بالازرق الصغيره دي، ده اللي هو الاكستنشن اللي هي الحي اللي عايز ينضاف للمدينه. اللي عمل كده او اللي ساب على كده وجود مين؟ وجود خزان عالي. يبقى دي من ضمن الوظائف بتاعته او من ضمن الحاجات بتاعته يعني. طب ايه هي الاهميه او الفانكشن بتاعته؟ ايه هي الاهميه او الفانكشن بتاعته؟ ها جاوبني باشمهندس. يا باشمهندس اتفضل. هو بيبقى شكله من بره نفس شكل الرابيد ميكسينج تانك الخزان العلوي؟ اه لا هندسه ده الخزان ازاي انت بتشوفه في الشوارع هندسه؟ هبقى اجيب لكم صور للكلام ده كاد او ملفات كاد او حاجه. وده الحل. هما الاثنين علويين برضو هندسه وفوبيا، الخزان موجود فوق بيبقوا مش شبه بعض يا هندسه. لا شتان، ده حجمه ضخم جدا الخزان اللي انا بتكلم عنه النهارده. الثاني حجمه صغير وبسيط، وكمان الثاني على ارتفاع 6 متر بالكثير، انما ده على ارتفاع كام؟ 20 من 20 ل 30 متر. تمام يا هندسه. هو انت ما هو ليه من 20 ل 30 متر يا هندسه؟ ما هو لازم يبقى في نفس ارتفاع مين؟ البيوت. ايوه فاهم. الابراج صح أيوة. ولا لا؟ ولا اعمله اقل منهم؟ طب لو اعمله اقل منهم يبقى ايه فايدته؟ انت فاهم قصدي؟ تمام يا هندسه مفهوم. هو في رسمه انا يعني هوريها لكم افضل طبعا من الهبل اللي انا رسمه ده. هي حاجه قرب كده، هو عباره عن اسطوانه عليها كون او دوم قبة او كون اي حاجه او مخروط معايا كده، وبتتملي عن طريق مجموعه من المواسير وبتحوش الميه، وبعد كده في ساعه الاستهلاك بتنزل الميه. الرسمه باينه قدامكم ولا الشاشه ثابته؟ لا شغال يا هندسه. كلام جميل. طيب يا هندسه، يبقى هنا برضو لو جه قال لي ايه الاهميه بتاعته او البيربوس او الفانكشن او الامبورتنس، نفس اللي انا قلته في الجراوند بس هغير. يعني مثلا ايه؟ يسمح بامتداد عمراني جديد. اثنين، بيعمل احتياج او بيغطي احتياج الحريق بنسبه كام في الميه؟ ها لو انت جدع بنسبه كام؟ 20 بالباقي بالظبط. طب بيغطي الفرق في استهلاك الافراد ما بين الكيو ماكسيمم ايه؟ اورلي على مدار ساعات اليوم، كيو ماكسيمم ديلي خلال ساعات اليوم. ها تحسين الضغوط داخل الشبكه فعلا، لو في براج وفي دوار عليا ما بيوصلهاش الميه، بمجرد ما الخزان ده يشتغل ويخش الخدمه هتبدا الميه تطلع. تمام كلام جميل. الديزاين بتاعه نفس المعادله اللي فاتت. بص بقى معايا، عندي هقول الفوليوم عباره عن ماكسيمم اوف في 1 وفي 2، الحجم الاكبر من في 1 وفي 2 زائد 2 من 10 سي فاير. الخط رقم كام يا هندسه؟ ايه
المطرقه المائيه. يعني ايه المطرقه المائيه قصدك؟ معلش انا اسف. ايه المطرقه المائيه؟ بصوا يا شباب، عارفين المياه اول ما بتتعالج وبتبقى خلاص صالحه ان هي تنضخ للمدينه، وببدا اشتغل على الهاي ليفت بامب ان هي تقوم سحب المياه ودفعها في المواسير في بتاعه المدينه، مواسير المدينه، بيحصل حاجه عندي اسمها ووتر هامر او مطرقه مائيه. الدفعه بتاعه الطرمبات الهاي ليفت بامب دي نتيجه ان هي طرمبات ذات ضغط عالي ممكن تعمل حاجه اسمها مطرقه مائيه، وبالتالي ممكن يحصل كسر للمواسير من اندفاع المياه في الاول نتيجه وجود فراغات هواء او نتيجه وجود هواء في الشبكه مع دفعه المياه، ممكن تكسر اي حاجه. فبيبقى عندي برضو من ضمن اهداف الخزان العلوي ان الكلام ده يمتص فيه، يطلع فيه كانه صمام امان عندك يعني. تمام يا هندسه ولا فيها مشكله؟ ده هي المحابس الهواء اللي بتبقى في الشبكه مش بتكفي المطرقه المائيه؟ لا مش هينفع تعتمد عليها لوحدها. تمام يا هندسه، كلام جميل. بصوا شباب، هنا في التصميم هقول ان الحجم هو الحجم الاكبر من في 1 وفي 2. هنعرف يعني ايه في 1 يعني ايه في 2 زائد 2 من 10 سي فاير. بالنسبه للسي فاير ثابته زي اللي هناك بالظبط، نفس الرقم يا باشمهندس، نفس الرقم يا هندسه، بس بدل ما كنت هناك بضرب في 8 من 10 اضرب هنا في كام؟ في 2. ها ها من ايه؟ الناس معايا؟ اضرب في 2 من 10. طب ايه في 1 وايه في 2؟ في 1 دي هي عباره عن الفرق ما بين كيو ماكسيمم اورلي اللي انا حسبتها وكيو ماكسيمم ديلي، وهضربها في 1 ساعه. يعني معنى كده ان انا هقسم على كام؟ هقسم على 24 في 60 في 60، لان دي بالساعه وعايز اخليها بالدي، لان خد بالك الكيو ماكسيمم مانسي والكيو ماكسيمم ديلي، ها هو الكيو ماكسيمم اورلي والكيو ماكسيمم اورلي، الثلاث حاجات دول برضو بيتحسبوا بالمتر المكعب على الدي. ها واضح ولا مش واضح؟ تمام يا هندسه. طب كلام جميل. باقي بقى ان انا احسب في 2 واحسب الدي ماكسيمم والاي ماكسيمم. بص كده معايا، اول ملحوظه ان السؤال ده لو جه لازم تحله في ورقه الرسم البياني، لان انا هرسم رسمه بيانيه محتاج فيها الرسم البياني. معايا يا شباب ولا لا؟ معاك يا هندسه. بص كده في المثال ده، قال لي ان البوبوليشن كان 250,000 كابيتا، والكيو مثلا كان ب 180 لتر على الكابيتا على الدي. معايا كده؟ وقال لي ديزاين الليفيتد تانك. بص يا هندسه، اي مساله الليفيتد تانك يجي يطلب تصميمها لازم يديك غصبا عنه، لازم يديك الاستهلاك على مدار ساعات اليوم. يعني يجي يقول لك ايه؟ من 12 اي ام، او ساعات يجي يقول بدل الاي ام دي ام ان. يعني ايه يا شباب؟ ميد نايت. ميد نايت، الله يفتح عليك يا هندسه. ويقعد يعد في الساعات من 1 ل 2، من 2 ل 3 صباحا طبعا، لحد من الساعه كام للساعه كام؟ ها من الساعه 11 للساعه 12 ميد نايت تاني. اديني الاستهلاك. نعم يا هندسه. الشاشه واقفه طبعا. يا خلاص بتكمل دلوقتي. شغاله. كده هندسه معايا كده يا شباب؟ يبقى ده الجدل اللي هيدوني في اي مساله الليفيتد تانك. مفهوم يا شباب؟ ده الجدول اللي هيدهوني في اي مساله الليفيتد تانك، هيديني التايم وهيديني الكونسومشن، الاستهلاك خلال ساعات اليوم. كلام جميل. ايه اول خطوه انا بقى عايز اعملها في الحاجه؟ اول حاجه لازم اعملها لازم احسب كوميوليتيف consumption. لازم احسب الاستهلاك التجميعي. يعني ايه كوميوليتيف؟ بص يا هندسه، لما اجي اقول لك ان انت كاحمد مثلا او حد مننا فلان استهلاكه على مدار ساعات اليوم كله بعد 24 ساعه وليكن مثلا استهلك 20 لتر،
مثلا يعني الوضوء بالشرب بالاكل بكله 20، هل ال 20 دول كلهم هيفتحهم في ثانيه واحده يستهلكهم، ولا في ساعه واحده، ولا في ساعتين، ولا على مدار اليوم كله؟ على مدار اليوم، على مدار اليوم. طب ده رقم واحد. رقم اثنين، هل استهلاك الفرد ابو 20 لتر ده ثابت؟ يعني لو قسمت ال 20 على 24 طلع لي مثلا ان كل ساعه بيستهلك 8 من 10 لتر، هل معناها ان في كل ساعه فعلا بيستهلك 8 من 10 لتر، ولا ممكن تلاقي ساعتين ثلاثه الاستهلاك فيهم بزيرو وبعد كده تلاقي الاستهلاك بقى كبير؟ ايوه معلش انا الشاشه قفلت بس ثانيه واحده. معايا شباب؟ مع حضرتك انا. تمام يا رجاله، تمام. تاني يا شباب، انا كنت بسالكم اقول لكم الراجل ده اللي هو استهلاكه هل في كل ساعه زي الثانيه نفس قيمه الاستهلاك، ولا الاستهلاك في ساعات هيبقى بالثلاثه وبالاربعه لتر في الساعه الواحده، وفي ساعات ثانيه ممكن يبقى بزيرو؟ أيوة يعني مش ثابت. حلو، بتختلف من ساعه للتانيه. يعني انت عايز تقول كده، كلام جميل. يبقى هنا المقصود بالكوميوليتيف كونسامبشن اللي انا عايز احسبه ده ايه؟ ان اكني بقول لك كده عند الساعه واحده بعد مرور ساعه من اليوم استهلاك الراجل ده كام؟ تبقى هي كام؟ 8 من 10. طب عند الساعه 2، شوف انا بقول لك عند الساعه 2، يعني انا حسبت بتاعه واحده وحسبت بتاعه من واحده لاثنين كمان، هتبقى كام؟ 1 و3 المجموع. كلام جميل. طب عند الساعه 3 هتبقى كام؟ يعني خدت الساعه واحده مع خدت الساعه 12 وواحده واثنين كلها، يبقى كام؟ 1 و8 زي ونص. الشاشه قدامكم بتتحرك ولا ثابته؟ شغاله. سميشن امر عشان ما انا الله يفتح عليك الناس، ما انا عشان كده قلت لك كوميوليتيف يعني تجميعي، اكنها سميشن، انت فاهم؟ تماما. طيب طب بص معايا بقى، لما اجمع كده ايه الرقم اللي انا ممكن الاقيه في النهايه هنا خالص في عند الساعه 12 بالليل؟ ووتر كونسامشن اللي هو كام يعني في المثال اللي انا مديه لكم ده؟ 180. الله يفتح عليك، الله الله يفتح عليك هندسه، برافو. تمام يا رجاله، ادي ال 180 لان انت بتحسبه تجميعي، فبديهي خالص ان انا في النهايه الاقي الرقم اللي انت مدوني في راس السؤال. لو انا ما لقيتش نفس الرقم يبقى انا عندي غلط في التجميع على طول، تفهمها كده على طول، صح ولا انا غلطان؟ صح. كلام جميل، ده رقم واحد. يبقى اول حاجه في المساله محتاج ان احسب الكوميوليتيف كونسامبشن. كلام جميل. تاني حاجه، يبقى ده رقم اهو، ده رقم واحد. رقم اثنين، الخطوه رقم 2، درو كونسامبشن كيرف، رسم منحنى الاستهلاك. الشاشه ثابته ولا بتتغير؟ بتتغير، شغال عندك. كلام جميل. رسم منحنى الاستهلاك، رسم منحنى الاستهلاك ده ازاي؟ هيبقى عباره عن منحنى من محور اكس ومحور واي. على محور واي عندي الكونسامبشن، على محور اكس هيبقى عندي الايه؟ التايم، الوقت. ها تمام ولا مش تمام؟ تمام. على محور اكس التايم، على محور واي كونسومشن، وهبدا اقسم تو سكيل. يعني التايم ده هبدا اقول ان الصفر بتاعي هو الساعه 12 بالليل، 1 2 لحد ما اروح هنا عند الساعه 12 بي ام اللي هي 12 ظهرا، 1 2 3 لحد بروح هنا عند 12 ايه تاني؟ 12 ميدنايت، بحيث ان المسافه من هنا لهنا تبقى كام؟ 24 ساعه، اللي هي يوم كامل يعني، صح ولا انا غلطان؟ ما هو من 12 بالليل ل 12 الظهر ادي 12 ساعه، ل 12 بالليل تاني ادي كده 24 ايه؟ 24 ساعه. طب ده كلام جميل، ده تو سكيل، يعني كل سنتي او 2 سنتي لازم المساله تبقى تو سكيل لمقياس رسم. كلام جميل. وابدا اقسم برضه الاستهلاك 0 5 10 15 20
وهكذا حتى ما اوصل لقيمه مين. ها لحد ما اوصل لقيمه مين جاوبوني يا شباب لحد ما تبقى اعلى قيمه عندي اللي هي قيمه مين يعني الكيو يو. ابدا اوقع تمام يا هندسه ابدا اوقع نقط الاستهلاك. حد عنده مشكله ان يرجع للجدول اللي انا جايبه ده يشوف عند الساعه 1 الكوميوليتيف كونسامبشن كان بكام، عند الساعه 2 الكوميوليتيف كونسامبشن كان بكام، عند الساعه 3 الكوميوليتيف كونسامبشن برده كان بكام، وهكذا، ويحط نقط على المنحنى؟ لا طبعا ده كلام تافه يا باشمهندس، ده كلام اي حد في اعدادي هندسه مش في سنه رابعه يعرف يعمله. يعني يعني يا باشمهندس ببساطه هقعد اوقع هنا مجموعه من النقط كده كده صح ولا لا؟ باين عندكم يا شباب ولا لسه؟ ايوه هلاقي ان النقط دي لما اجي اوصل ما بينها هلاقيها ان هي واخده شكل اس. وصل ما بينها بايدك مش بالمسطره، وصل ما بينها فري هاند بايدك، والكيرف ده في النهايه لازم ياخد شكل اس. تمام يا شباب ولا ايه؟ تمام يا هندسه تمام. حد عنده ايه المشكله؟ ده الكلام كله كلام سهل، كلام بياني وكلام بيتعمل من اي حد في اعدادي هندسه لسه. طب كلام جميل. الخط اللي بالاسمر ده اسمه منحنى الاستهلاك. كده انا رسمت منحنى الاستهلاك. بقى ان انا ارسم مين؟ خط عمل الطرمبات. شايفينه يا شباب؟ اللي باللون الايه؟ اللي باللون الايه يا شباب؟ اللون الاحمر. ده خط عمل الترمبات. اللي باللون الاحمر ده خط عمل الترمبات اللي قطع منحنى الاستهلاك. هبدا احدد من عليه الانكريز والديكريز. هبدا احدد من عليه اعلى قيمه واقل قيمه. ازاي؟ كده يعني يا هندسه. هبدا اتحرك من عند اوطى نقطه في الجزء المقعر. تاني، هبدا اتحرك من عند اوطى نقطه في الجزء المقعر اللي هي هنا كده دي. طالما اتحركت من اوطى نقطه وطلعت راسي، خد بالك انا بقول لك هطلع راسي عشان ما حدش يجي يقول ده السيد قال بطلع عمودي. انا قلت بطلع راسي. راسي يعني موازي المحور. مين موازي المحور؟ مين يا شباب؟ محور اي. تمام. طالما طلعت راسي كده يبقى ده اكبر قيمه. اللي انا عملته في الجزء المقعر هعمله في الجزء المحدب. من عند ابعد نقطه في الجزء المحدب وابدا انزل راسي موازي المحور واي حتى اقطع خط عمل الطرمبات اللي باللون الاحمر. طالما بنزل يبقى ده اسمه ايه؟ مش مهندس هو لا يا هندسه مش العكس. ليه يا هندسه؟ هو الخط الاحمر بيمثل مقدار الكيو اللي الترمبات هتوفرها او اللي انا محتاجها ولا ايه بالظبط؟ بالظبط. الخط اللي بالاحمر ده معناه ايه يا شباب؟ بص كده معايا على محور اكس. الخط الاحمر ده بيقول ايه؟ ان هو شغال من كام لكام؟ ها قول لي كده. الخط اللي بالاحمر، الخط المستقيم اللي بالاحمر من على محور اكس، لو انت باصص كده في المسقط بتاعه معناه ايه؟ ان شغال من الساعه كام للساعه كام؟ 12 ل 12. من 12 يعني شغال 24. طب على محور واي لو بصيت له بالجنب كده وشفت اسقاطه على محور اكس على محور واي معناه ان شغال عشان يخدم من تصرف كام لكام؟ من تصرف صفر حتى كيو اكبر قيمه. صح ولا انا غلطان؟ تمام. الحاجه اللي انا عايز اقولها بقى، مش انت تاخد راسم محور واي تو سكيل يعني كل سنتي مثلا ب 5 لتر صح ده. ولا لا؟ ما انا كنت بقسمه 5 10 15 20 وهكذا. افرض ان الاي ماكسيمم دي على الرسم، افرض مثلا يعني ان كانت 1.5 سنتي، يبقى معنى كده ان الاي ماكسيمم اللي انا هقعد بيها في المساله كام؟ سنتي
7.5 لتر كمان. 7.5 لتر. طب افرض ان دي ماكسيمم، دي كانت من على الرسم 2 سنتي. ها؟ تبقى 10 لتر عادي. صراحة كده ولا يا شباب؟ ما انا خد بالك، انا مش هعوض بالسنتيات، يعني انا في النهاية مش هقول له ده كام سنتي وده كام سنتي في القانون، لا. القانون ما فيهوش كده، القانون فيه قيمة الاي ماكسيمم الحقيقية بكام وقيمة الدي ماكسيمم الحقيقية بكام. مفهوم كده يا شباب؟ معلش انت سؤال تاني، حضرتك بتجيب الدي ماكس ازاي؟ تاني يا شباب، تاني. انا المسألة جاياني، بص انا عايدها تاني، هعيدها تاني. بص يا شباب، انا المسألة جاياني التايم والكونسمبشن، الوقت والاستهلاك. طبعا المسألة جايز تجيني كل ساعة او كل ساعتين او كل ثلاثة او زي ما يعجبني الدكتور، صح ولا لا؟ هيديني قدامها الكونسمبشن خلال الفترة دي فقط، مش هيدهاني تجميعي، مش هيدهاني سمشن او كوميوليتف، لا هيدهاني فردية كل حاجة لها حاجة، صح ولا انا غلطان؟ تمام. ها تمام، كلام جميل. طيب دي حاجة. الحاجة التانية، انا هبتدي اول خطوة اعمل ايه؟ تمام. اول خطوة انا هعمل ايه يا شباب؟ أجمع. أبدأ أجمع الكوميوليتف، ولازم أتأكد إن آخر رقم هوصله هو رقم الكيو اللي مدوني في المسألة، يبقى ده رقم واحد. رقم اتنين، هبدأ أرسم منحنى الاستهلاك، هبدأ أرسم محور إكس ومحور واي. على محور إكس التايم الـ 24 ساعة اللي عندنا، على محور واي الاستهلاك، على حسب ما أنت تقسمها، كل 10 كل 20، يعني ممكن واحد يقول 0 20 40 60 80، على حسب ما يعجبك، على حسب الأرقام يعني. ها؟ سهل ولا مش سهل لحد دلوقتي؟ دي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، هبدأ أرسم المنحنى اللي بالأسمر اللي أنا مسميه منحنى الإيه؟ الاستهلاك، اللي هو أحط مجموعة من النقط من اللي أنا جايبها فوق في الجدول معايا كده، وأبدأ أوصل ما بينها فري هاند، هتاخد شكل إس كيرف. الكيرف ده هياخد شكل الإس، فده اسمه منحنى الاستهلاك. دي النقطة رقم ثلاثة. النقطة رقم أربعة، إن أنا أحط على منحنى الاستهلاك ده مين؟ ها منحنى مين يا شباب؟ او خط عمل مين؟ الترومبات. خط عمل الترومبات، اللي هو الترومبات بتقطع مين اصلا بالاساس؟ ما هي الترومبات معمول عشان كده، تقطع منحنى الاستهلاك، توفر منحنى الاستهلاك كله من اقل نقطه فيه لحد اعلى نقطه. فقسمت منحنى الاستهلاك لجزئين، جزء محدب وجزء مقعر. الجزء المحدب اللي هو اللي مقوس، يعني الجزء المحدب من عند اعلى نقطه فيه اللي هو الجزء العلوي، من عند اعلى نقطه فيه هنزل راسي، مش هنزل عمودي على الخط اللي بالاحمر، لا بقول هنزل راسي، يعني موزن محور واي، واشوف القيمه دي كام. وطالما بنزل يبقى ده اسمه دي ديكريز. ها من الجزء المقعر، من عند اوطى نقطه فيه هبدا اطلع راسي، وطالما هو بطلع يبقى ده الانكريز الاي. حددت الدي وحددت الاي اطولهم كام؟ اه حددتهم. طب شوف السكيل اللي انت كنت شغال بيه كان كام، انت اللي هتحدد وتقول. قلت لك قيمه السكيل كذا، يبقى انا جبت هنا. نعم. يعني انا مثلا ماشي بمسطره بشوف اطول مسافه ايه في الطول في الدي ماكسيمم والاي ماكسيمم، وبعدين نحسبها بتكون هي ديت. يعني حاجه شبه كده، حاجه شبه كده. وبعدين اقول لك على حاجه، انت اصلا المنحنى اللي بالاسمر ده مش هو مرسوم بدلاله مجموعه من النقط، ولا مرسوم ازاي هندسه؟ لا لا لا. ها؟ ايوه بدلاله مجموعه من النقط اللي احنا مطلعينها. الشاشه كده ظاهره لكم ولا ثابته؟ ايوه ظاهره. النقط دي من عند ابعد نقطه فيها مين؟ هي النقطه دي يعني اللي انا عاملها عندها دي، ولا اللي بعدها مثلا اللي بالازرق، ولا اللي بالاصفر؟ ها انت بقى اللي هتحدد الكلام ده من على الرسم، انت اللي هتحدد الكلام ده من على رسمك. أيوة. انت في الورق تمام كده، وتبقى للسكيل اللي انت واخده برضه هتحدد قيمه الاي والدي كام. كلام جميل يا شباب؟ تمام. ها كلام جميل. طيب يا باشمهندس بص بقى معايا، افرض كان قال لي ان الوركينج بيريود مثلا يعني 16 ساعة، استهلاك يفضل زي ما هو، بس هرجع عند المحطه بدل ما تبدا من عند بدايه اليوم. بص ساعه في وقت الترومبات.
الله يفتح عليكم. بصوا يا شباب، هو الباشمهندسين عايزين يقولوا ايه؟ يقولوا بصوا بقى يا هندسه، في الحاله دي باللون الاصفر بقى، انت بتقول لي ان ال 16 ساعه دول هو حدد هتبتدي امتى وتنتهي امتى؟ لا خلاص انا اللي هحدد. مثلا انا هقول مثلا انك بتبتدي الساعه 4 الفجر لحد كام؟ من 4 على 4 دي 12 ساعه، وعليهم 4 كمان يعني للساعه 8 بالليل، صح كده؟ اللون الاصفر واضح ولا معلش مش واضح؟ بلاشه لو احمر ماشي يعني، مش ماشي اي حاجه. بس انا بس عايز يبقى مميز. معلش طب ثواني اهو، خليه برتقال. انا اقول من 4 اي ام حتى 8 بي ام، معايا كده؟ هبدا بقى اقول هي الساعه 4 فين والساعه 8 فين بي ام. شفت النقطتين اللي برتقالي دول اللي على الخط الافقي اللي هو على محور اكس؟ ايوه شفتهم ولا؟ هبدا بقى اقطع المنحنى بتاعي ده كده، بحيث ان انا عند نهايه الكيو دي، دي النهايه كده، الخط البرتقالي التقيل ده، قطعت المنحنى. ايه اعلى قيمه واوطى قيمه؟ والله يا باشمهندس انا هنا ممكن يبقى عندي ادي كده الدي ماكسيمم، وادي كده الاي ماكسيمم. شايفينها ولا مش شايفينها؟ في الاول وفي النص. واضحه ولا مش واضحه يا شباب؟ دي فين يا هندسه بعد اذنك؟ بص يا شباب هرسمها لكم تاني، معلش ده كده الكونسومشن، صح كده؟ وده كده الايه؟ الطيب معايا. رسمت الاس كيرف اهو كده، منحنى الطرمبات هنا في الحاله دي عامل كده اهي، مثلا معايا كده. دي الساعه 4 اي ام اهي، ودي الساعه 8 بي ام، تمام كده؟ ده منحنى الطرمبات انا اللي حددته طبقا للساعات اللي قال لي عليه. هنا بقى عندي كام اي وكام دي؟ في الحاله دي ممكن يبقى عندي اكتر من اي واكتر من دي. بص معايا من النقطه دي كده، لو هطلع هيبقى ده اي واحد، صح كده؟ خد بالك انا دايما بتحرك من الخط الاسمر من منحنى الاستهلاك للخط المستقيم اللي هو خط الطرمبات، دايما بتحرك من ده لده، فانا طلعت هنا اي واحد. شايفين اي واحد ولا مش شايفينها؟ ايوه تمام. طب اي اتنين فين؟ في النهايه. ايه هي النهاية كمان هيتعمل لها؟ يا باشمهندس هيتعمل لها عادي. طب الدي، ها الدي ماكسيمم او الدي تيجي ازاي؟ اهي من عند اوطى قيمة حددت دي واحد، صح كده؟ طب ما في حتة هنا كده هندسة ايه احدد لها دي اتنين، هتحرك من الخط اللي بالاسمر، زوم كده على الشاشة هنا وشوف اهي، بتحرك منين اهي؟ من الخط اللي بالاسمر نزلت. واضحة ولا مش واضحة يا شباب؟ ايه يا باشمهندس؟ تمام. يبقى انا هنا يا باشمهندس رسمت الخط بتاع الطرمبات اللي هو اللي باللون البرتقالي بعد ما رسمت منحنى الاستهلاك، بس لقيت هنا ان انا عندي اكتر من اي واكتر من دي، في الاخر لازم اقول له ايه؟ اهو تيك الماكسيمم، اخد الاي ماكسيمم واخد الدي ماكسيمم اشوفها بتساوي كام واحاول بالسكيل. طبعا يا باشمهندس كل الكلام ده فاهمه وكلام جميل. اهو كل الكلام ده باخده عشان اجيب الاي ماكسيمم ودي ماكسيمم عشان احسب دي 2، ودي المنحنيات اللي عندك في الورق اللي عندك ازاي بنحدد من عليها الاي والدي. معايا كده يا شباب؟ حاله ال 24 ساعه وحاله الشغل في 16 ساعه، تمام كده؟ طيب تعال نبص كده للمثال بتاعنا، اداني نفس المساله اللي فاتت بس غير في الارقام، قال لي البوبيوليشن بيساوي 120 الف كابيتا والكيو 240، عايز يصمم الخزان العالي مره لساعه لحاله 24 ساعه ومره لحاله 16 ساعه.
معايا يا رجاله ولا مش معايا؟ اخر حاجه هقولها، انا محتاج منك 5 دقايق بالظبط. معاك يا هندسه. كلام جميل. بص كده، هو الراجل كان مديني الجدول بس مديني اول خانتين، وهتفكر ان هو اداني 3 خانات دول. لا، ده اداني التايم والكونسامبشن بس، يعني ما ادانيش الخانه الثالثه دي، ما ادهنيش. معايا كده الشباب؟ تمام يا هندسه. يعني مديني دول بس، التايم والكونسامبشن. انا بقى اللي هبدا احول لمين؟ لكوميوليتيف. ابدا احول تجميعي. هو مديني ان من الساعه 12 للساعه 2 استهلاكه 2.4، من 2 ل 4 5.6، من 4 ل 6 8. طب انا لما اجيب الكوميوليتيف هقول له ان انا واقف عند الساعه 2 بالليل، الاستهلاك هو هو، ما فيش حاجه قبل كده، هي ال 2 و4 تنزل زي ما هي. طب وانا واقف عند الساعه 4، ها الناس تجاوبني، وانا واقف عند الساعه 4 ايه؟ جاوبوني يا رجال. هي مجموع الاثنين بقى يا باشمهندس، 2 و4 اللي هي 2 و4 زائد 5 و6 تديني 8. طب وانا واقف عند الساعه 6، 8 و8 تديني 16. المفروض ان في النهايه صح، المفروض ان في النهايه خالص لازم تقفل على كام؟ على التوتال بتاع 240 كده، اللي هو 240. لو قفلت الله يفتح عليك، لو قفلت على حاجه غير كده يبقى افهم ان كده في عندي غلط في التجميع. ده رقم واحد. رقم اتنين، رحت ارسم المنحنى بتاعي ما بين الكونسامبشن والتايم، وقعت النقط ووصلت وعملت منحنى الاس، ادي نقط عباره عن نقط وصلت ما بينها بايدي، تمام كده. حاله ال 24 ساعه انا وصلت الخط من الاول للاخر، حددت الاي والدي، الاي طلعت لي ب 50 والدي طلعت لي ب 30 من على الرسم. وشوف انا حتى كاتب لك، خلي بالك من الايه؟ من السكيل اللي انت راسم بيه، خلي بالك من السكيل اللي حضرتك راسم بيه، تمام كده؟ طيب يا باشمهندس، انا في الاول برضو قبل ما اعمل الكلام ده، معلش انت خدتنا في دوكه كده، محتاجين ان احنا نحسب الكيوات اصلا. عندي بوبيوليشن وعندي كيو، يبقى انا اروح اجيب كيو افريج، ومنها اجيب كيو ماكسيمم مانثلي، كيو ماكسيمم ديلي، كيو ماكسيمم اورلي، الثلاث كيوات، واحسب الفي واحد اللي هو فرق الاورلي عن الديلي، صح كده؟ واحسب السي فاير. لما اجي احسب الفي 2 هضطر ان اجيب الاي والدي. اهو بص، لما اجي احسب الفي 2 هجيب الاي والدي، انا حسبتهم من على الرسم 50 و30. يبقى الاي والدي الاثنين مجموعهم على بعض بكام؟ ب 80. بس ال 80 دي باللتر، خد بالك ال 80 دي باللتر، صح ولا انا غلطان؟ ما هي جايه باللتر يا هندسه، فال 80 دي باللتر، فلازم تتقسم على 1000 او تنضرب في 10 سالب 3. الكلام ده ينضرب في البوبوليشن اللي عندك في المساله اللي هم ال 120,000 كابيتال، طلع لي 9600، يبقى هو ده الرقم الاكبر. بالمناسبه مساله الاليفيتد دايما الرقم الاكبر في الفيات هيجي من الرسم، ملحوظه ليك كده على جنب. كلام جميل. بعد ما جبتها هبدا اعمل ايه يا هندسه؟ ابدا اجمع عليها 2 من 10 سي فاير، 2 من 10. جمعت وحسبت الفي توتال طلع لي 9800. طب انا عندي يا باشمهندس لازم اطلع ان واطلع ابعاد، لازم تاخد بالك ان اقصى حجم الخزان علوي بنشتغل عليه، ها اقصى حجم الخزان العلوي بشتغل عليه 2000 متر مكعب. يبقى انا لما اجي اقول لك الحجم الكلي بتاع المساله 9800، يبقى انا في المساله دي محتاج كام خزان علوي؟ 5. تاني الله يفتح عليك، تمام يا هندسه، انا بقول تاني عندي محتاج حجم خزانات 9800 في المساله دي كلها، واقصى حجم انا اقدر اشتغل عليه. ما هو خد بالك الخزان ده ليه حجم، ده خزان عالي، ده كارثه، يعني لو في غلطه في التنفيذ او حاجه بتبقى مشكلته كبيره جدا. انا اخري خالص اشتغل 2000 متر مكعب، ها فانا لما يبقى اخري خالص 2000 وانا المساله عندي 9800، يبقى انا هنا محتاج اجيب كام خزان؟ 5 خزانات، وبالتالي حجم الخزان هيقل، هيبقى حجمه بدل ما هو 2000 لا طلع معايا 1970 او 77. تبدا حضرتك تحول لي الحجم ده لابعاد، باي على 4 فاي تربيع في الدي. بس هنا قال لك ممكن تعمل قطر داخلي حوالي 1 متر، وممكن تهمله، ده صح وده صح. المساله مجهوله في الفاي والدي، ها اعمل ايه؟ قال لي ممكن افرض ان الدبس بتلتين الفاي، افرض الدبس بتلتين الفاي، اجيب قيمه الفاي وارجع اجيب قيمه الدبس تاني. حد عنده مشكله يا شباب؟ وايه يا باشمهندس الناقص متر اللي انا ناقصها دي؟ ما هو ناقص متر ليه؟ ناقص متر لان في قطر داخلي جوه القطر الخارجي،
القطر الداخلي ده ليه يا شباب؟ عشان اعمل فيه سلم، سلم بحاري عشان الراجل اللي طالع يعمل صيانه، او عشان المواسير اللي طالعه واللي نازله. ما خد بالك الخزان ده في مواسير طالعه وفي مواسير نازله. المواسير اللي طالعه عشان تحوش فيه الميه، المواسير اللي نازله عشان تفرغ منه الايه؟ ها؟ تفرغ منه الميه. ايوه للشبكه. فالخزان ده في قطر داخلي مقداره حوالي 1 متر. عايز تدخله معاك في الحسابات؟ عايز. عايز تهمله في ميجي. طيب كده المساله. الحدود بتاعه التانك يعني اقصى دبس كام واقصى فاي كام؟ اقصى فاي اقدر اشتغل بيها في الخزانات دي هندسه اقصى حاجه خالص 25 متر معايا. وبعدين هقول لك على حاجه اصل هي برضو انت ممكن ما تسالش في الحته دي لان انت حكمتها ان اقصى ساعه تخزين 2000 متر مكعب. يعني انت حكمتها اصلا في الاول ان اقصى ساعه تخزين 2000 متر مكعب. طب انا جبت يعني اقصى حجم خزان 2000 متر مكعب. طب الحجم ده عباره عن ايه؟ عباره عن بقى الاربعه فاي تربيع في الدي. الدي بفكها لثلثين الفاي. فهي الفاي اللي بتطلع لك من القيمه دي هي اقصى حاجه اقدر انفذها. تمام. والدي انا اخدها على طول بثلثين الفاي، ما لهاش بردك ايه؟ بالظبط. ما لهاش حاجه مكتب. لا لا. تمام. لا ثلثين الفاي بالظبط. تمام يا شباب، حد عنده سؤال يا باشمهندسين؟ تمام يا هندسه. اخر حاجه انا هسالها ومحتاج حد يجاوبني عشان اخد اسمه. ايه الفرق في حاله 16 ساعه؟ حد يقول لي كده انا اسمي كذا كذا الفرق 1 2 3 ما يقوليش نقطه ويمشي. ها تبقى كيو افريج هتختلف. شوف غيرك يا سيس. كلام جميل. ثواني يا هندسه. تمام. ايوه الناس كمل. هتبقى كيو افريج والبتاع بتاع الترمبات المنحنى برضه يا باشمهندس هيتغير. المنحنى هيتغير. كلام شغال 16 ساعه بس هيطلع لنا قيمتين. السي فاير ملهاش علاقه. ملهاش علاقه. ويبقى اللي هيتغير الكيوهات والرسم. منحنى او خط بالظبط. اسمك ايه يا هندسه؟ اسكت انت يا سيس. انا كنت عايز اخد انا الدرجتين دم يا سيس. ده كده انت مش خبير. ماشي اسمك ايه انت كمان؟ احمد ابراهيم علوان يا باشمهندس. احمد علوان. ماشي يا ابو حميد. احمد علوان بيجاوب معايا اصلا كل سيكشن. خلاص درجتين يا باشمهندس. ايوه والله يا باشمهندس انا معاك على طول. لا يا باشمهندس علوان ده رغاي طول اي سيكشن بتلاقيه بيتكلم. لا 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 الصوت مميز والله. وعلوان ده معايا اصلا من حبه حلوين. ده المفروض ياخد درجه 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 زياده في الدرجه. نعم الوان المفروض يتجامل. الوان تبقى ماشي يا رجاله. اشوفكم المره الجايه. اتفضل. كنت عايز بس اسال على حاجه في شيت الترسيب لو قول. ايوه وانا كمان بس ممكن اعرض بس الفايل. انا معاكم. بالنسبة يا باشمهندس للسؤال ده واضح؟ تمام يا هندسة. هنا ممكن هو هنا بيقول في المسألة ديزاين ذا كوجوليشن سيديمنتيشن تانك. هنا لازم اشتغل على ان بواحد ولا ممكن اعمل ان اكتر من واحد؟ لا ان اكتر من واحد عادي. عادي؟ اصل كان انت كنت حتى كنت اتكلمت على موضوع صيغة المفرد في الصيغة الكتابية يعني والكلام ده. طب ايه اللي اداك ان هو هنا واحد بس؟ هو قال تانك يعني. هو تانك هو بعد كده كنت اتكلمت ان هو لما تبقى ووتر تريتمنت بلانت ممكن نفرض عدد يعني. طب وهي هنا ايه؟ هو مش كاتب ووتر تريتمنت بلانت ولا لا بس معلش ده كاتب حاجه بديهيه اكتر منها. ده كاتب بوبيوليشن في تاون ووتر كونسومشن يعني كاتب ما هو ابعد من الووتر تريتمنت بلانت. كاتب لك المدينه بالناس بس باستهلاك الفرد فاكيد بيقول لك المدينه يعني. طيب دي يعني من الاول خالص. طب سؤال كمان. دي يا باشمهندس في السؤال ده مكتوب السيرفيس لودنج ريت ان سيديمنتيشن زون نوت اكسيد. دي معناه ايه يعني؟ مقصود بها ايه؟ نوت اكسيد ايه؟ كملها معلش. انزل كده مش هشوف. لا ده دي كده خلاص سؤال خلص.
لا نقطة اكسيد دي غلط، نقطة اكسيد دي غلط. هي ناقصة قيمة صح؟ لا هي ناقصة قيمة بس هي غلط، هي مش نقطة اكسيد، هي عادي صفر ستودنج ريت وخلاص. طيب تمام يا كريم، بس ما تقفلش كده، هات النظري. طب ثانية واحدة وهجيب لك انت. لا لا كمل انت. طب خلاص. طيب. خلاص. في السؤال يا باشمهندس بتاع سي اللي بيقول لي ارسم كروس سكشن ده وبيقول لي وضح عليه الانلت والاوتلت ارنجمنت، هو ده المقصود بيه اللي هو لما اجي ارسم ابين يعني البدلات موجوده فين والكلام ده واللي هو السلادج اوبر وكده، دي اللي هي الانلت ارنجمنت. ثواني كده. موجوده في المحاضره الدكتور كان جالس خمس رسومات ارينجمنت الانلت. بالظبط دي اللي موجوده في رسومات الدكتور في المحاضره، هجيبها ادور لك عليها بس واجيبها لك. حاضر. طب هو بس مقصود ايه بالويز درول سيستم دي؟ الويز درول سيستم ده اللي هو السكريبر. ويز درول يعني ايه؟ حاجه التخلص، هي معناها كده بالانجليزي. تمام. او سحب او تخلص. يعني مش احنا قلنا ان القاع بيبقى فيه الويز درول سيستم بيتعمل ازاي؟ في خزان الترصيب بالراحه، ان القاع بيبقى بميل عشان يدحرج الروبه صح كده، ده رقم واحد. رقم اثنين بيتحط سكريبر او زحافات او مساحات. ايوه تمام. بس هو ده المقصود بيها. بالظبط بالظبط. طيب تمام انا كده خلصت. سلمي كان عايز حاجه بتاعي. انت عايز فين يا سلمي؟ فوق في النظري بس. لحظة كده بس كده انزل تحت شوية كمان. تحت بردك شوية. طب انا ما افتكر ابقى اسألوك المرة الجاية يا باشمهندس عشان انا لسه مش معلم عليك. لا انا معاك، انا معاك ولو انت قاعد هو انا معاك. طب سهل. قول اتفضل، عنده سؤال يقول على طول يا رجاله. طب لو عندي مثلا الكلور المبدئي بتاعي بيبقى محطوط بجرعاته بتبقى اكبر بكتير من الكلور النهائي، تمام؟ ده في حاله ان انا بسحب من ترعه مثلا او يعني تمام. ايه اللي يخليني الجا لان انا استخدم كلور نهائي مع ان ممكن اوصل للحته بتاعتي من الكلور المبدئي؟ وفي نظري ثانيه كريم ينسب بس شويه. لا ما هقول لك على حاجه، هي اللي بيحكمها في ان انت تحط نهائي برضو ايه الجرعه المتبقيه قد ايه. افرض الجرعه المتبقيه بسيطه رقم واحد. رقم اثنين، افرض في اي حاجه وقعت في الميه، في اي طير وقع في الخزان بتاع السيدمنتيشن، ايه يضمن لي ان في كلور في الخزان لحد النهايه مثلا؟ ماشي كلام جميل. انت بتقيسه في النهايه. انت بتقيسه ليه؟ بحطه في النهايه كمان ليه؟ بحط تاني مع اني ابقى ضامن ان انا بقول لك بقى. انا بقول لك حسب الريزيدوال الفيصل بقى. الله يفتح عليك الوان جاوبك. الفيصل بالريزيدوال، افرض انت قيسته في النهايه خالص لقيت الريزيدوال واقع فهضطر ازود. انت قصدك بقى ايه؟ لا بص، انت عايز تقول طب ما انا ارجع لو الريزيدوال قل ارجع ازوده في البدايه وما احطش في النهايه لو عندي استطاعه من غير ما يحصل مش مشكله. بس خلاص اعمل ده لو عندك. يعني الاساسي بالنسبه لي هو يعتبر المبدئي ان احتجت ما لا 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 تاني. لا لا تاني يا شباب، ما بقول لا ما فيهاش اساسي. ده ليه عيوبه ومميزاته. بص الناس، ده ليه عيوبه ومميزاته وده ليه عيوبه ومميزاته. العبره بجوده الميه اللي بتطلع عند الشبكه في النهايه عند المستهلكين يعني وفي نهايه المحطه. تمام. هو السؤال بقى كان رقم 7 يا كريم، معلش انا ما فهمتش السؤال نفسه عايز ايه. طب هاتوا اللي هو النظري بتاعي هي رقم ايه؟ هو ده انا رسمت له اللي هو الكلاريفيكيشن. بص يا ناس، هو بيقول لك مرحله الفلاكيوليشن والترصيب والسيدمنتيشن من المراحل الاساسيه والناجحه في معالجه ميه الايه الشرب. دي عباره بيقول لك اكسبلين وضح يوزنج explain وضح using sketch بالسكتشات الديفلوبمنت في الخطوتين دول، التطورات والحاجات اللي احنا عملناها في الخطوتين دول صح كده، اللي هي خلت ان يبقى في استخدام للكلاريف لاكيوليتور.
فكرني ايه المشكله برضه كلام نظري على رسمه بتاعت الكلام في صح ده يا باشمهندس بالظبط انت هترسم رسمه واشرح له العمليتين هتشرح الفلكليشن ثواني كده طب استنى كده هتشرح اهميه الفلكليشن وايه اللي بيحصل فيها وايه هي النضف وكده وان بتحصل في سلومكس خزان تقليب بطيء وهتتكلم بعدها عن مرحله الترسيب السيديمنتيشن ان هي بتحصل في كام في خزان برضو اسمه سيديمنتيشن تانك في مده 3 ساعات بيرصف فيه مش عارف ايه انت فاهم قصدي ونتيجه ان احنا عايزين نستغل المساحه ممكن الجا لحاجه اسمها الكلاريفاير ان انا احط الاثنين في قلب بعض وامر اسم القطاع للكلاريفاير اللي هو الخزان الحله الكبيره واللي جواه الحله الصغيره بس هو اصلا هو ايه في الاخر اهو يوز الكلاري في الكلوكيتور ده التطور ان احنا دمجنا الاثنين مع بعض عشان اوفر مساحه تمام تمام كده تمام يا شباب هحدد مع الرجاله برضو ميعاد السكشن الجاي وابلغكم ان شاء الله تمام يا هندس بالله لك يا باشمهندس لو يوم الجمعه خلي يعني حاول تخليه الصبح او بدري يعني بدري لا انا هحاول اتجنب الجمعه اصلا لان دايما اجازتكم حاضر حاضر يا سلام لو يبقى خميس والله يا باشمهندس يبقى حلو جدا تمام باذن الله والله تمام تمام نعم ولا لحضرتك ما ناقص كام سيكشن على المنهج كله كده ان شاء الله 3 سيكشن في الصرف بامر تمام يعني ماشي يا شباب على خير ان شاء الله ماشي يا باشا السلام عليكم عليكم السلام شكرا